ما بترديش عليا ليه يا ست الكل؟ فين الوعد اللي حضرتك وعدتيني بيه؟ الوضع اتغير. لا طبعا الوضع ما اتغيرش. حبيبتي خروج مروان قلب الليله. اقعدي. قلب الليله ازاي؟ لا بالعكس، ده خروج مروان عدل الميزان. مروان مش سهل خالص، وانا قلقانه منه قوي المره دي. بصي حضرتك، مروان المره دي خارج وهو زايد كل حاجه وسايب كل حاجه، خارج عشان يروح لزينب. يروح لزينب؟ يا حبيبتي لما يروح يبقى يحلها الف حلال. واضح يا ست الكل ان جبريه وحسن، لا مؤاخذه في اللفظ، لعبوا في دماغك انتي والباشا. خلي بالك حسن ما يعرفش يعمل اللي بيعمله مروان ولا اللي انا بعمله، وجبريه غداره ممكن تبيعك في غمضه عين. بتفكري في ايه؟ يعني انتي هتعرفي تمشي الشغل اللي كان ماشيه عبد الحكيم ومروان؟ جربيني. انا مش هكدب عليكي، بس صراحه دلوقتي حسن عندي اولى. مش لو نفع. ما تقلقيش يا حبيبتي، احنا هنخليه ينفع. وناديه تبقى بنت اخويا وارمله المرحوم مهدي، يعني تحت ايديها كل حاجه. يعني ايه؟ يعني انا ابقى عمه ناديه، واللي هقوله لها هتسمعه. واضح ان انت مش فاهمه اي حاجه. لا معلش انا فاهمه كل حاجه. اللي كان بيني وما بين ناديه زمان خلاص هي عرفت الحقيقه، وطبعا لا يمكن ابيع ناديه ولا ناديه هتبيعني. يعني لما اقول لها اعملي حاجه هتقول لي حاضر يا عمتي. طب بصي بقى، بما انك انت جبتي من الاخر كده، انا هرجع واعيد عليكي الكلام تاني. حسن عندي اولى لانه جوز لبنى بنت اخويا، انت فاهمه؟ وبعدين ناديه بتاعتك دي يا حبيبتي هتعمل اللي انا هقول عليه، لا اما تاني يوم هتترمي في السجن او في الرشاح، وهي فاهمه ده كويس قوي. لازم تفهمي حاجه، انا ما بحبش اللي يهددني، ما بحبش اللي يقول كلام انا مش عايزه اسمعه. اتفضلي ما تجيش هنا تاني. الله، ده انت كده جبتي من الاخر وقطعت عرق وسيحت دم. مفيش مشكله، عشان لا يبقى في عشم ولا يبقى في ود، وكل واحد فينا بقى يعمل اللي هو عايزه. تشكري يا بنت الاصول. انا مش مطمنه. ولا انا خالص. كان هادي قوي هو بيتكلم معايا، كانه عارف عايز يعمل فيا ايه ومخطط لايه. مروان لو ما تعرفش ايه اللي في دماغه هتبقى مصيبه. ده قال لي وشه انه هيسجنني. يعملها. وبعدين محرم ده انا مش مطمنه له خالص، مش حاسه كده ان هو يقدر يقف جنبي. وبعدين كل ما اروح له يقعد كده يعني يلمح لي زي ما اكون يعني عايز يقرب مني. عايز يتجوزك يعني؟ يعني وايه المشكله؟ اتجوز مين؟ انت هبله ليه يعني؟ وحش محرم ده عز ومركز وفلوس، عايزه ايه تاني؟ هبقى غبيه لو عملت كده، مش هو ده اللي انا عايزاه. ومين فينا عمل حاجه هو عايزها؟ ولا حد. انا قدامك اهو، صدقيني يا شاهد كل حاجه كنت عايزه اعملها اتعمل عكسها. اتجوزت حسن عشان ادخل البيت الكبير وانتقم من عمك ومنات عمك. الحمد لله مفيش اي حاجه من دي حصلت، في الاخر طلعت خسران. طب ما تروحي تقعدي مع زينب. زينب؟ هو انا بعمل كل ده عشان في الاخر اروح اقعد مع زينب؟ لا يا حبيبتي، انا لو ما خدتش حقي هيبقى عليا وعلى اعدائي. طب والعمل ايه برضه؟ محرم ده مش واضح خالص. انت كنت ناويه تعملي ايه بالظبط يا شهد؟ كنت ناويه ابقى ايده، ابقى عينه اللي بيشوف بيها. كان نفسي اشيل حسن ومروان دول من مكانهم خالص، يصحوا كده يلاقي نفسهم على الحديده، وانا اللي ماسكه كل حاجه بايدي. هي فكره بس مستحيله. طبعا، ما البي جوزك ده ولا طليقك راح اتجوز بنته وخده تحت باطه. ليه رؤى؟
وانا مش هفضل قاعده كده حاطه ايدي على كتفي. عارفه الحل في ايد مين؟ ناديه. هو انت فاكريني ما بفكرش قاعده كده ما بعملش اي حاجه؟ لا يا حبيبتي، انا من ساعه ما شفت مروان وانا دماغي رايحه جايه قدامي كده ما بتهداش. طب ما تيجي نروح لها. امك اكيد عملتها قبلينا. لا احنا غير امك. يعني ايه؟ اللي انا اعرفه ان ناديه ورثت فلوس ملهاش اخر، بقت مليارديره، ومحرم ده فاكر نفسه رقم واحد، فلو حطينا الاثنين قدام بعض في المنافسه طبعا ناديه هي اللي هتكسب، وساعتها بقى نقدر نعمل اللي احنا عايزينه. ايه ده؟ عيب. ايه البهايم اللي عملوه ده؟ انا اسف يا هانم، والله انا قلت يجيبوكي لكن يعملوا فيك كده. لا 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 لا، انا اسف. انا عايز اعرف انت جاي منين هنا ليه؟ ناديه قطعت وقطعت سيرتها. لا لا قطعت ولا قطعت سيرتها، انا عايز اعرف كل حاجه من طقطق لسلام عليكم. وحياتك عندي انا ما اعرف حاجه. روح احسن على كل حاجه. اللي انت عايز تعرفه اقول لك عليه، واللي ما اعرفوش من المستحيل عشان اعرفه اقول لك عليه. مهدي مات كيف؟ نقول تاني؟ مهدي مات كيف؟ والله كان زي الفل ولا في اي حاجه. انا متاكده ان هي واللي اسمها ريم هم اللي عملوا فيه كده والله العظيم. حلو، وبعدين؟ وبعدين ايه؟ هزعل تاني. اكيد انت عارف هي خرجت من السجن ازاي ومهدي عمل معاها ايه. اجيب لك تشرب؟ مش عايزه مش عايزه. طيب انا عايز اسمع الحكايه من الاول وعلى هادي، وبعد ما تقولي كل اللي في جوفك تطلع منها طوالك تعمل المستحيل عشان تبقي معاها وتبقي تحت رجليها. سامعه؟ حاضر حاضر حاضر. وبعد كده كل حركه وكل نفس اقول لك عليه. برافو عليكي، تصدقي انت سامع. تعالي. ايه اللي طلعك من البيت في وقت زي ده؟ عارفاش قلبي مش مطمن. حصل حاجة ولا ايه؟ لا حصلش، بس كده قلبي قلقان زي ما تكون حاجة هتحصل. وانت مالك؟ بفكر يما. في ايه يا حبيبي؟ مروان مد لي يده وانا اديته ظهري. معلش وماله؟ ما هو كمان قبلها مرمطك ولا عملش حساب لحد. انت بتكرهي مروان يما؟ لا أكرهه لا، لكن عايزة مصلحتك، عايزك أنت تبقى عالي وفوق محدش يطولك أبدا. يعني خلاص ما بقاش في بالك ولا في قلبك؟ مروان ولدي، محدش يكره ولده. أنت مروان عينيا اللي بشوف بيها. أنا كبرتكم وربيتكم عشان أتسند على يدكم، لكن ما تبقوش اليد اللي تعلم على وشي ولا العصاية اللي تكسر ظهري.
بس مروان ياما كان بيحبك، كان دايما يجي يترمي في حضنك. كان طب مش يمكن احنا اللي غلط؟ صح، يمكن. شوف يا حسن، الناس يا حبيبي بتحبش الضعيف، ولو انت عايز تسامح وماله حلو سامح، لكن ما تسامحش وانت ضعيف، سامح وانت قوي وماسك رقبة اللي قدامك كده، تقتلوش قبل ما يموت هم رقبته، سيبه. يا سلام، ساعتها الناس تقول شوفوا كان قادر يقتله لكن ما قتلهوش، عشان قدر وعفي، سامحه وهو قوي وقادر، ما قتلش عشان طيبه قلبه واصله، وساعتها هتفضل فوق وعلى راس الناس. ليه بتقولي كده يا أمه؟ يا ريتك قلت يا حسن ده اخوك، انسى وهو كمان هينسى. يا ريتك قلت ان الضعيف بيجوى بالتوبه والرجوع للحق. ليه ما قلتليش يا حسن انت غلطان واخوك مروان صح؟ ليه كده يا امه؟ ليه؟ اسمع كلامي يا حسن، تكسب. هتعملي ايه يا فوزية لو مروان اداكي الفلوس واداكي الارض؟ هتتصرفي كيف؟ هتدي كل واحد منهم اللي هو عايزه وتخلصي؟ وخلصنا كده كل واحد يروح لحاله؟ ايه الحيرة دي؟ ما انا لو عملت كده الارض هتتجسم، هتتبعتر، والكتير هيبقى قليل، البيت ده نفسه هيتباع، وهتدخلوا ناس لا نعرفها ولا نعرفهم، وساعتها انا مش هقعد فيه. والله لو اتباع منه جشايه ما هقدر اقعد فيه. يبقى خلاص ما حدش هياخد حاجه. ايوه صح كده. بس انا كده هبقى زي عبد الحكيم، هعمل كيف ما عمل، كيف ما عمل معايا ومع عبد الله الله يرحمه ومع كريمه وبناتها. لا، أنا هدي كل واحد حقه. أيوة، أمال إيه؟ كريمة هتاخد اللي ليها، وبناتها كمان ياخدوا اللي ليهم. بس كريمة دلوقتي مش عايزة حقها وبس، لا، دي طماعة، عايزة حقها وزيادة كمان. كريمة شايفة إنها بعد كل اللي حصل ده لازم تاخد كل حاجة في عبها، ولو يدها طلت جراط مش هتسيب اللي بعده. استغفر الله العظيم، هتصرف كيف أنا دلوقتي؟ ده ايه الحيرة دي بس يا ربي؟ ادخل الحقيني يا نعيمة. تعالي يا اختي شوفي الهم اللي انا فيه. مالك؟ ايه اللي حصل؟ نفوك هيشد مني. في ايه؟ مروان عمل ايه؟ مروان عايز يكتب لي كل حاجة، الارض والفلوس وجاليه، انا اتصرف فيهم كيف ما انا عايزة. لا يا اختي، تعالي تعالي اقعدي كده اهو وارتاحي واحكي لي بقى قالك ايه. ها وانا عايز ايه؟ حسن عايز ايه؟ اللي هو فيه ده هيوديه لحد فين؟ زمايلي كلهم، اللي اتجوز واللي خلف واللي عاش هنا واللي نزل على مصر واللي هاجر واللي سافر ورا رغم العيش، وانا معايا فلوس تسد عين الشمس، مفيش في يدي منها ولا مليم،
ولا أنا حتى مبسوط ولا سعيد ولا عندي عيلة ولا عبد الحكيم. فين عبد الحكيم؟ مين اللي خده؟ اللي خده وداه فين؟ اللي مخليني ساكت ما بدورش عليه؟ ايه اللي مجس قلبي عليه كده؟ طب ايه اللي مجس قلبي مروان علي؟ مجس قلبي عليه؟ يا ترى كلام امي صح؟ ولا اللي انا حاسس بيه هو اللي صح؟ نفسي اقعد مع مروان زي زمان واضحك وارمي الهم كله عليه وفي الاخر اقوم امشي واروح اشوف حالي. زمان كنت اجري عليه واخد كل اللي انا عايزه وقوله في الاخر شيل انت الهم كله. لكن دلوقت انا خدت حاجه من اللي انا عايزها وشايل الهم كله فوق راسي. بشوفه بس في المنام يا مولانا، يطمني عليه ويقول لي انه بخير وحلو كده. يا رب يكون اللي خده خده عشان يربي ويكبره ويجعله ولده وعزوته. انا عرفت خلاص، عرفت وامنت ان اللي حصل لعبد الحكيم ده كان رحمه منك يا رب. ايوه امال رحمه، مفيش اي حاجه عفشه تحصل طالما من عندك يا كريم. كان هيكبر ويتربى فين؟ في بيت عبد الحكيم ولا بيت جبرية ولا وسط مين؟ وسط بنات كريمة ولا مروان وفوزية؟ الكل غلان بتاكل في بعضها، لقمتهم سم وميتهم علكم وشهدهم مر. الحمد لله انه راح، بس يا رب طمني عليه. انت قادر تخليني اشوفه حتى في المنام وانا هبقى عارفه، هبقى عارفه انها اشاره منك يا كريم. مفيده مفيده. اللي جابك هنا يا ولد الاكابر؟ المكان ده للضعيف اللي زيي، اللي مش لاقي حد يتكلم معاه ولا يقعد في صحبته. انما انت، الناس كلها في البلد تتمنى تقعد بس معاك وتتسامر وتتحاكى. امال ايه؟ انت ولد الاكابر. انت مصدق ان انا خدت عبد الحكيم وما داري عنك؟ قلبي بيقول لي ايوه، وعقلي بيقول لي لا، بس اللي بتمناه من ربنا انه يبقى بعيد عن يدك وعن بيتكم المسموم ده. وفي ده ما تزعليش مني. قلبك رك؟ حاسس ان غلطت في حقي؟ طب انا هقول لك على حاجه انت مش فاهمها في نفسك. يا ولد عبد الحكيم، لا يا ولد جبريه، انت ساعاتك ده تهف عليك لحظه تحس فيها انك زعلان ومتضايق ومش راضي عن نفسك وعايز تبقى قريب من اللي خلقك، بس زي ما قلت لك ساعات، يعني زي المفتري الجبار اللي لما يحس انه خلاص هيروح للي خلقه يقول يا رب ارحمني انا غلطان وكنت زي الزفت، واول ما عفيته ترجع له يرجع اوسخ من الاول. بعد عني يا حسن، انساني، ملكش صالح بي.
هو ده اللي عاوزه مروان. لا استني، انا ما فهماش اي حاجه من كل اللي قلتيه ده. انت تعيد الكلام تاني كده واحده واحده لحسن انا عقلي خلاص قفل. يا حبيبه قلبي، مروان عاوز يقولك ان المال ده لو كان اتحط في ايد اي حد فينا كان اتصرف زي ما هو اتصرف وزياده كمان. محدش فينا هيرضى يفتت المال ولا ان الارض دي تتوزع وتبقى اكبر حته فيها قد الفتفوته. هو عايز يثبت لنا انه صح وانه ما غلطش وان اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. ومش كده وبس، ده عايز يوقعنا كلنا في حيره، والحيره مره. الا الحيره مره، ده انا من ساعه ما قال لك ده وانا دماغي عماله تلف زي الطاحونه. طب افرضي هو دلوقتي خيرك يا اما تاخدي كل حاجه يا اما تاخدي حقك بس، هتختاري ايه؟ والله ما انا عارفه. هو ده بقى اللي هو عاوزه بالظبط. افرضي دلوقتي يا فوزية انت خدتي حتة الأرض، هتعملي بيها ايه؟ انت لا بتعرفي تزرعي ولا تقلعي، طول عمرك قاعدة محبوسة بين أربع حيطان. هتدي بقى حتة الأرض المحروس يدورها؟ محروس ايه الزفت ده؟ ده هي كل لحمه ويرميني عضم. احنا بقى مش هنحتار، احنا هنختار اللي مروان عاوزه. ندي كل واحد حقه؟ اه ندي كل واحد حقه إن كان له حق. ايوه طبعا ليه حق، وحق كبير كمان، أنا مش هنكر ولا هعمل زي ما عملوا. افهمي، كلنا علينا زي ما لينا، باللي عملته كريمة باللي عملته جبرية. برضك ولو مروان متجوز زينب وحسن كان متجوز ريتال، يعني حق ده داخل في حق ده، يعني اللي هياخد حاجة ما يقدرش يتصرف فيها إلا بموافقة الكل. فهمتي حاجة؟ لا. يا نهار أبوك أسود، انت كني انت بجد يا زينب؟ مالك ايه اللي حصل؟ اطمن مفيش حاجة. انا لو اعرف ان تليفوني هيجيبك على ملا وشك كده كنت كلمتك من بدري. طب ليه ما قلتيش ان انت تعبانة؟ ده شوية تعب بسيط كده، هو بس الدكتور اللي اصر ان اقعد النهاردة في المستشفى. لا لا انت هتيجي مع البلد. مروان عشان خاطري انا مش عايزة اروح هناك، انا هناك هتعب اكتر، كل حاجة هناك متعبة ومرهقة، وبعدين أنا عايزة ابني يطلع هادي، ولا أنت عايزه يبقى عصبي ولا إيه؟ لا طبعاً. طيب أنا مش هقولك بقى تحكي لي إيه اللي حصل، بس طمني عملت إيه مع حسن؟ اطمني، أنا مديت له يدي وقلت له انسى اللي فات. طب الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله قوي. كريم في ايه مالك؟ وشك بيقول ان في مصيبه. مصيبه واحده، مصايب متلتله هتتحدف علينا. يا ساتر يا رب. في ايه يا كريم؟ مروان الجاني الرسمي عايز يدي كل حاجه لفوزيه وهي تفرقها علينا، على اساس ان احنا برياله وسوزج مش هنعرف نصرف ورثنا ولا حقنا ولا فلوسنا. نهار اسود ومنيل. طب والعمل؟ أنا هتصرف. إيه ده؟ إيه اللي مطلعك من البيت دلوقتي؟ بيخضتني، بسم الله الرحمن الرحيم. بيطلعوا إمتى دول؟ بيطلعوا بالليل والدنيا ضلمة كحل ومحدش شايفهم عشان يخضوا البنات الحلوة اللي زيك. بقول لك إيه، أنت عارف أنا ممكن أعمل إيه دلوقتي؟ إيه؟ هصرخ وألم عليك البلد كلها وأقول إن أنت كنت بتعاكسني، وشوف بقى فوزية هتعمل فيك إيه. طب ولو قلت لك بقى إنك مالية دماغي وما بتفرقيش خيالي وعايزه اتجوزك هتقولي ايه؟ انت عايز فوزيه تذبحك؟ لا فوزيه ايه؟ انسيها، ما تحطهاش في بالك خالص. فوزيه دي ملهاش لازمه، لا بتهش ولا بتنش. اه تقعد تهري كده في نفسها وفي الاخر بتنزل على مفيش. ها آه، قلتي ايه؟ هتعمل فرح؟ فرح كبير والبلد كلها تحضره وتذبح لي الذبايح. اذبح لك الذبايح؟ وانت جعانه ولا ايه؟ انت ما فطرتيش؟ لا مش للدرجه دي يعني، صلي على النبي كده في قلبك. سكتي يعني؟ لا مش سكتي قوي يعني، احنا هنسكت كده قيمه شهر ولا شهر ولا لحد ما فوزيه تولد، صح؟ وشهر ولا عشان فوزيه نفسها، وشهر ولا لحد ما العيال تكبر، صح؟ لا يا حبيبي، انا يوم ما احب اتجوز اتجوز راجل. ايه ده انت بتتكلمي في ايه؟ انت مش واخده بالك ولا ايه؟ انت فاكراني سوسن؟ لا يا حبيبي، راجل واثق من نفسه مش عايز يخطف ويجري. اخسع الرجاله، اوعى. وماله؟ حلو الكلام، هتروحي مني فين؟
إلهي ياخدك يا فوزية ونخلص منك، بس بعد ما تجيبي لي الواد. آه بعد ما تجيبي لي الواد. آه محروس خد تعال. انت بتكلمني انا؟ اقعد. جديدة دي. خير؟ انا زهقان قوي. ايه اراجوز معدي قدامك؟ اقوم اتنطط لك شوية عشان تبقى مبسوط؟ مالك ياض في ايه؟ ايه اللي مالي فيه ايه؟ زهقان عامل لك ايه يعني ما تجيب من الاخر؟ ما تيجي ننزلوا على مصر. زي زمان يعني؟ ننزل ونازله كده زي بتوع زمان، نغيروا جو ونشوف نفسنا. انا زهقان جوا محروس. لا يا عم انت براحتك، عايز تقعد تسافر تتفسح انا خلاص مش هعمل كده. خايف من مروان؟ لا انا ما بقتش اخاف، بس خلاص انا عدم المؤاخذه بطلت ابقى دلدول لحد. طب يلا بينا. يلا. شوف يا ست كريمة، اللي بتطلبيه ده مش سهل، الشغل ده كبير عليكي. انت اللي بتقول كده يا معلم؟ ايوه انا اللي بقولك ده. الدوامة كبيرة ممكن تبلعنا كلنا. البحر خيره كتير، لو انت عايز الخير انزل وخد من بطن البحر، المهم تعرف تخرج منه ازاي وتعدي من الدوامة، ولا أنا غلطانة؟ هكسب عداوة الناس. قصدك مين؟ مروان وحسن؟ وهي البلد فيها غير مروان وحسن؟ وكريمة. أنا اللي همسك البلد دي من أولها لآخرها، وأقعد وأحط رجل على رجل وأطلب وأحكم وأتحاكم، والكل يقول لي حاضر طلباتك مجابة. إزاي؟ اللي أعرفه إن كل حاجة بيد غيرك، واللي معاكي ما يمشيش الحال. أنت ليك تطلب، ولو أنا ما نفذتش اعمل اللي أنت عايزه. حاضر حاضر يا ست كريمة، أنا تحت أمرك. مالك بتقولها بطريقة كده؟ خلي بالك أنا راجل من غير شنب، ما تجيب من الآخر وتقول لي السكة منين. بص يا ست كريمة، الدنيا ما هياش عربية ماشية على الطريق السريع، لا الدنيا يواش يواش. لا 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 ما بحبش الطريقة التركي دي، ما تكلمني مصري كده وقول لي بشويش بشويش بالراحة بالراحة. دوسي فرامل يا ست كريمة. يعني ايه ما بتقابلش حد؟ يا ست انا ممنوع، ست منها حد يقابلها؟ لازم اقابلها. ما ينفعش، انا بقول لحضرتك ما ينفعش. روح انت. ايه اللي جابك؟ ما عنديش حته اروح. وانت مفكره اني هقول لك اهلا وسهلا تشرفي وتنوري؟ انا عارفه اني غلطانه وان الغيره كلتني، بس انا عمري ما كنت وحشه معاكي يا نادية، وانا اللي جبتك عند مهدي، ولولايا ما كنتيش بقيتي في العز اللي انت فيه. يعني معلش كل واحد ليه غلطه عند التاني بقى. بس اللي عملتيه كان كبير، واللي عملته عشانك كان اكبر. بس انا اللي يعمل معايا الناقصه لازم اخد حقي منه، وانا لسه ما خدتش حقي منك في اللي عملتيه معايا. ايه اللي انت عايزاه يا نادي؟ كده يا نادية؟ اسمي نادية هانم. تعرفي يعني ايه الهانم؟ يعني عينك دي ما تترفعش فيا. لما تبقي واقفة قدامي يبقى بيني وبينك متر، امشي تمشي وراي، فاهمة؟ حاضر تأمريني يا ست هانم. عايزة ايه؟
عايزه ابقى معاكي زي ما قلت لك، انا ما عنديش حته اروح، وانا تحت امرك في كل اللي هتقولي عليه هقول لك عليه امين. ماشي، عندك المطبخ، روحي كلي حاجه زمانك وجعه، واعملي حسابك توضبي الاوضه اللي هتقعدي فيها، وما اشوفش وشك غير لما اندهلك. مفهوم؟ مفهوم. يعني ايه ما بتقابلش حد؟ يا ست انا ممنوع، ست منها حد يقابلها؟ لازم اقابلها. ما ينفعش، انا بقول لحضرتك ما ينفعش. روح انت. ايه اللي جابك؟ ما عنديش حته اروح. وانت مفكره اني هقول لك اهلا وسهلا تشرفي وتنوري؟ انا عارفه اني غلطانه وان الغيره كلتني، بس انا عمري ما كنت وحشه معاكي يا نادية، وانا اللي جبتك عند مهدي، ولولايا ما كنتيش بقيتي في العز اللي انت فيه. يعني معلش، كل واحد ليه غلطه عند التاني بقى. بس اللي عملتيه كان كبير، واللي عملته عشانك كان اكبر. بس انا اللي يعمل معايا الناقصه لازم اخد حقي منه، وانا لسه ما خدتش حقي منك في اللي عملتيه معايا. ايه اللي انت عايزاه يا نادي؟ كده يا نادية؟ اسمي نادية هانم. تعرفي يعني ايه الهانم؟ يعني عينك دي ما تترفعش فيا. لما تبقي واقفة قدامي يبقى بيني وبينك متر، امشي تمشي وراي، فاهمة؟ حاضر، تأمريني يا ست هانم. عايزة ايه؟ عايزة ابقى معاكي زي ما قلتلك، انا ما عنديش حتة اروح، وانا تحت امرك في كل اللي هتقولي عليه هقول لك عليه امين. ماشي، عندك المطبخ، روحي كلي حاجه زمانك وجعه، واعملي حسابك توضبي الاوضه اللي هتقعدي فيها، وما اشوفش وشك غير لما اندهلك. مفهوم؟ مفهوم. يا اخويا حق علي، انا عارفه انك زعلان، بس مفيش بس، لو الدنيا الطربه جيت والعالم كله تهد لازم تيجي تشوفيني. ما عايزاش اروح البيت هناك تاني. مين يا شمس؟ مروان فتحي. ازيك يا مروان؟ الحمد لله على السلامه، نورت البيت. الله يسلمك. انت لازم تتغدى معانا النهارده. اه امال طبعا، هو مروان بيزورنا كل قد ايه؟ وانت اللي هتعمل الشاي ولا ايه؟ اه اعمل لك شاي، وانا هديك الساعه ما اعمل شاي لكبير البلد. عامل لك شاي؟ حاضر. تعالى يا حبيبتي. تعالى يا اخويا تعالى، نورت. هو ده. يا اخويا كان لازم تستني لما ارجع وبعدين تشوريني. عارفه انك بتكره فتحي. الموضوع مش موضوع كر خالص يا شمس. لا كر، انا كمان بكره، في نفس الوقت مصيري مصيره. زينة البنات، انت بيت عبد الحكيم، انت من بيت ال... قبل ما تكمل كلامك فكر شوية، عشان احنا كل ما نتكلم ونقول البيت الكبير البيت الكبير، هو فين البيت الكبير ده؟ انا مش هسيب فتحي، وامل اني غيره، ويمكن ربنا يرزقنا بحتة عيل ادله فيه وربيه وعلمه اللي ما حدش علمهولنا. زينب ازايها؟ كانت في المستشفى. انا اول ما انزل مصر الحكيم هروح ازورها، يمكن ربنا يقرب البعيد ويهدي النفوس ان شاء الله. احلى كوبايه شاي بقى لكبير البلد، يا رب تعجبك. شكرا يا فتح. بقول لك يا اخويا، عبال ما تشرب الشاي اعمل لك الوكل اللي بتحبه. اتفضلي. Thank you.
قول لي يا فتحي، انت شفت جبريه وهي طالعه من بيت فريده ليله عز ابوي؟ اه والله شفتها يا مروان. شفتها بعينيك ولا حد قال لك؟ شفتها بعيني. دول اللي هياكلهم الدود. ده اخر كلام؟ طب انا هكدب عليك ليه يا مروان بس؟ ماشي يا فتحي يا جوز اختي، انا مش هقول لك ان انت جيت وساومتني، انا هنسى الحكايه دي، بس مش هطلع من هنا غير لما اعرف انت ليه رجعت لشمس. اوعى تقول لي ان انت بتحبها. عشان اامن شرك وشر جبريه كان لازم اقرب من حد، والحد ده كان لازم يبقى منكم عشان ما يمسنيش حاجه بعد اللي حصل واللي شفته. ولا طمعان؟ طمعان؟ واللي زي هيطمع في ايه يعني؟ هطمع في دار اعيش فيها؟ ولا شغلانه تصرف عليا؟ ولا كام الف جنيه احطهم في البنك احس بيهم ان انا بني ادم ومحدش متحكم فيا؟ هطمع في ايه يعني؟ في واحده تجيب لي عيل يشيل اسمي، ولا عيله تكون سندي وظهري في الدنيا؟ هو ده اللي انا ممكن اطمع فيه يا مروان. الدور والباقي مروان على اللي عنده كل ده ومش شايفه ودايسه تحت رجليه. ده اللي الطمع عميق ومش شايفه قدامه يا مروان. يا باشا يا كبير البلد. عندك حق. صباح الخير. صباح النور، خير ان شاء الله. عايز الانسه شاهد في كلمتين بس. خير يا استاذ، البي بعتك في ايه؟ صدقيني مش هو اللي بعتني، انا جاي من نفسي. يا عيني، جاي منك لنفسك كده ليه بقى ان شاء الله؟ انسه شاهد، انا وانت ولاد مهنه واحده، وانا قلقان عليكي لان مروان ناوي يعمل بلاغ عشان تركب فريده. طيب اتفضل. تفضل يا استاذ. بصراحه كده هو موقفه قوي، مش هيسكتكم في قصاد بعض. وانت بقى قلبك الحنان جابك لحد عندنا عشان تقول لنا خلي بالكم، مش كده؟ ولا البيت بتاعك هو اللي بعتك علشان تهزنا وتخوفنا عشان نقول امين؟ استني انت يا ريتال، انا متشكره قوي لذوقك يا استاذ. انا تحت امرك يا استاذ شاهد. استنى بس، مش هتشرب حاجه؟ لا متشكر، بس اهم حاجه تخلصي الموضوع ده النهارده قبل بكره. مفهوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. صدقتي كلامه ولا ايه؟ اه صدقت، وعارفه ان مروان يقدر يعمل اكتر من كده كمان. طب ومحرم؟ سيبك بقى من محرم، مش وقته ده خالص. انا حاسه ان احنا بنرجع لورا، في الاخر جبريه واولادها هيدوسوا علينا برجليه. اقسم بالله العظيم لو ده حصل لاكون مولعه في نفسي. انت عارفه ان انا كنت قلقان انك ترفضي ان احنا نتقابل بره، بس في نفس الوقت صراحه كنت متاكد انك هتوافقي. وايه اللي هيخليني ارفض؟ لا ولا حاجة. أنت عارفة إن أنا دلوقتي بحسد مهدي على جوازه منك؟ ولسه هتحسد أكتر. أنا عاوز أعرف كل حاجة، وعاوزاك تعرف زين إنك مطرح ما هتحطني هقول لك تحت أمرك. فعلا، تعالي اتفضلي. طيب ولا يخليكي بقى توافق على اي حاجه اقولها؟ عشان اي كلام في الفلوس واي كلام هيخليني اعلى من الاول وابقى فوق الكل هقول عليه امين. وماله؟ طب عشان الكلمتين الحلوين ده بقى نشرب حاجه نعرف نكمل بيهم الكلام. جرسون فندم، تحب تشرب ايه؟ خروب. لا بجد، احنا في مكان عام، بتحب تشرب ايه؟ ايه هو مش كل واحد يشرب اللي على هواه وياكل اللي على كيفه ويعمل اللي يعجب التاني، ولا انا غلطانه؟ هي مش الهانم قال الخروب؟ هات اتنين خروب. بس ايه، انا عارف انه ما عندكش، اطلع بره هاتهم بسرعه وهاتهم ساقعين كمان بسرعه. حاضر فندم. تي تأمور يا هانم. حلو قوي كده، انا عرفت ان هطلب اللي انا عاوزاه، وانت كمان اطلب اللي انت عاوزه، بس افهم الاول. اظن حجي. لا ما حقك،
اه فاهم. مهدي كل اللي حيلته فيلا وشاب ملايين في البنك، ودول كمان ممكن نخليه مديون بيهم ومبقاش حيلته اي حاجه. بس انا عاوزاه يبقى عنده اكتر. ليه؟ انت تفكري تحل محل ولا ايه؟ وايه المشكله؟ لا مفيش مشكلة خالص، بس احنا زي ما بيقولوا كده شغلانتنا خطرة صعبة يعني، ما ينفعش يشتغل فيها ستات، وستات حلوة كمان. طب ما تجربني، انت خسران حاجة؟ لا مش خسران حاجة خالص. جربي جرى يا ابن الكلب انت؟ انت هتعلمني اقعد كيف؟ مش بتاعتي والله، دي اوامر. قول يلا من قدامي. دي اوامر. بقول لك ايه، بلا اوامر بلا زفت. دي اوامر حضرتك، انا عبد المأمور هنا. هات لي اللي مدير المكان هنا. مش ده مالك يا بتحكي؟ حسن ولد ابو حكيم. مش عاجبك هنا؟ لا يا فندم. ها؟ امال ايه؟ ايوه الواد ده عايز ايه من حياتي؟ يلا غور في ال 60 دقيقة. مش شبه مروان اخوه خالص. على فين؟ هشوف في ايه؟ مالك يا حسن؟ الله الله، ايه الحلاوة دي؟ اتغيرت كتير. هو اللي بيطلع من البلد بيحلو قوي كده يا نادية؟ يا ترى جاي لحالك ولا معاكي حد؟ قولي ما تخافيش. اهدى. ايه؟ خايف على ولد عبد الحكيم اللي طخ خطيب النار؟ على فكره يا جماعه، عشان الكل يبقى عارف، الست دي قتلت ابوي. اه قتلته، بس انا مش هموتها، هسيبها ومحدش هيقدر يعمل لها حاجه. عارفين ليه؟ عشان مسنوده، عشان بقت فوق قاعده فوق تل فلوس، والفلوس زي ما بيقولوا بتذل النفوس. لا بتذل ايه؟ دي بتلغي النفوس، بتخليها ميتة وهي عايشة، خلينا كلنا عبيد، كلاب بنطلع لساننا أو قطط بنتمسح في الناس، يمكن حد يرمي لقمة ولا حتة لحمة. بس انت بجيتي 10 على 10 نادي. اه والله، ده مروان لو شافك هيندم ندم عمره. انت صح، عرفت كيف تدينا كلنا بالقلم. اتفضل على ترابيزتك هنا، خلي بالك من نفسك. خير؟ كنت عاوزاني في ايه؟ هقول لك يا مروان. اقعدي. مروق دماغك على الاخر. بعد الغاليين انا مش عايز اي حاجه من الدنيا دي، ملهاش عايزه. انت اللي بتقول كده؟ اتعلمت. يعني انت عايز تفهمني ان انت مش في بالك؟ زي اللي ما كانش في بالك. انت قلت الناس بتتكلم وخلاص ومحدش خايف من حد، مش انت قلت كده وانا صدقتك؟ وانت بقى صدقت كلامي ولا كلامي جه على هواك عشان تعمل اللي انت عايزه؟ انت محتاره تبقى مع مين؟ مع كريم امك اللي ما ينفعش تسيبيها، ولا معانا؟ محتاره مين اللي هيغلب في الاخر. ياه، هو انا مفضوحه قوي كده؟ مفيش حد في العيله دي مش مفضوح. وانت بقى ناوي على ايه؟ ولا حاجه، هفضل كده زي ما انت شايفاني، مش هتحرك واعمل اللي انتوا عايزينه. وفوزية ناوي تسيب لها كل حاجة هي ونعيمة؟ فوزية طيبة، لو كل حاجة هتبقى في ايديها هتدي لكل واحد حقه، وانا ملياش دعوة، لا عايز اخد جنبي من حد ولا حد ياخد جنبي مني، انا عايز افضل كده كافي خيري شري. بس انا بقى عارفة ايه اللي في دماغك. ايه هو اللي في دماغي؟ هو انت فاكر ان فوزية دي طيبة؟ بالعكس،
فوزية دي شطان بركان، طول ما هي ما معهاش هتقول حاضر وطيب ونعم وهتبقى تحت أمرك في أي حاجة، إنما أول ما ربنا يديها هتفتري وهتبقى سكين على رقابينا كلنا. لا لا لا، مش الدرجة داي، افهمي. أنا بكره حسن قوي يا مروان، مش طايق أشوفه قدامي. هو أنت فاكر إن اللي عمله فيا ده عادي كده؟ بس هو بقى بيكرهك قوي ومش طايقك، خايف البلد كلها تقول إن بعد ما عبد الحكيم مات حسن بقى لعبة في إيد مروان، ضعيف، خايف كل ما يقعد ما يلاقيش حاجة يعملها يروح يتجوز. ده الدماغ العالية داي. خليني معاك، أنا عارفة أنت بتخطط لإيه، أنت عايز الناس كلها تحط إيديها على بقها وما تتكلمش، بس أنا بقى مش شاهد تاخد كام قيراط عشان الناس كلها تقول عليها إن هي كذبت، ولا أنا جبرية اللي تموت ابنها وهو قدام عينيها، ولا أنا شمس مكسورة الجناح اللي تروح تستخبى ورا فتحي اللي عايز ياخد اللي وراها واللي قدامها. أمال أنت مين؟ أنا قطر اللي يقف قدامي أهرسه. حتى لو كانت اللي هتوقف قصادك وفي طريقك كريمة؟ حتى لو كانت أمي يا مروان. ماشي. يوه، بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو انت ايه، مش تخبطي؟ خبطه في دماغك، شفتي عفريت؟ عاوزه ايه؟ عايزاكي خير. بصي بقى، عايزه مخك النور ده يفتح معايا ويفهم كل كلمه هقولها. قولي. تعالي اقعدي. قعدت. نعم، عاوزه ايه؟ اوعى تفتكري ان فوزيه دي طيبه وقلبها ابيض. اللي شفته دي تعبان، مستنيه اللحظه اللي تخرج فيه من الجهر تبخ سمها فينا كلنا. كملي سامعاكي. عايزاكي تبقي معايا. ازاي؟ مش لازم فوزيه يبقى في ايديها اي حاجه عشان ما تتحكمش فينا. كملي. وخلي بالك هي حامل، وحملها ده بيخليها تفكر مليون مرة إن كل اللي ساب أبوها وإخواتها بتاعها هي لوحدها، مش لازم حد فينا ياخد منه أي حاجة. وبعدين؟ ده غير بقى إنها لا بتحبني ولا بتحبك ولا بتحب أي حد في البيت ده. ماشي، ما بتحبكيش ومفهوم، إنما ما تحبنيش أنا اللي بقى إن شاء الله. عارفة ليه يا هشكة؟ عشان انت يا بنت جيتي هنا ومعاكي الواد اللي هيقش، يعني هينقص من حقها، فهمتي؟ بس هي بتعاملني كويس. مفيش في ايديها حاجه تانيه غير كده. عايزه انا وانت بقى نبقى ايد واحده ونخش المروان، بس فكري ازاي نقنعه ان يبقى في ايدي انا كل حاجه. طب وليه تبقى في ايدك انت كل حاجه؟ ما تبقى في ايدي انا وانت. وماله؟ يا سلام، هو نكره؟ امال انا جايلك ليه يا بيت؟ المهم نقنعه ازاي؟ عارفه يا نعيمه، ساعتها لو خلى في ايدينا كل حاجه هخلي الذهب ده من ساسك لراسك، هنغنغك معاكي. اه يا ولاد الفردوس، بتتفقي عليا يا نعيمه انت وكريمه؟ طيب حد يشوفنا. عليا النعمة، انت عايز حشر قبتك. لو على يدك انا ما عنديش مشكلة. قبلتي لو عرفت هتتباح؟ هبقى شهيد الحب. حب؟ وتعرف ايه بقى عن الحب؟ شميت ريحته اخيرا على يدك يا روح قلبي. العب يا ابيض. الله الله، وايه كمان يا جاهر قلوب العذارة وكسر خواطرهم؟ يا عبد الحليم عصرك وزمان، حشي واد القصة اللي نزلت على عينك. لا وانت معجب بروحك قوي، جمر بتمشي تتمختر والحريم بتحدف روحها من الشبابيك من جمالك. معجب قوي بروحك؟ اه معجب قوي بنفسي وفرحان بيها كمان. مالك
داخله سنه اسنانك عليا ليه كده؟ معجب قوي بنفسك؟ معجب قوي بنفسي، في حاجه دي؟ يا عينك يا جبايرك. عيني وجبايري؟ انا هتجوزها على فكره. وبقولها لك في وشك اهو، تتجوزيني يا ساميه؟ يا دندوس اخرسي. اخرسي، انت هتمدي ايدك عليا؟ ادي اللي ناقص، انت عايزه تربيه من اول وجديد؟ امشي. بتعمل راجل عليا يا دندوس؟ اخرسي. ايه اللي انت بتنهيله ده؟ بقول لكم ايه، انا مش عايز لمه الستات دي عليا، كل واحده تلم لسانها. عيب اللي انت بتعمله ده. وانت مالك، عيب ولا مش عيب؟ بقول لك ايه يا نعيمه، انا عايز اتجوز ساميه. يا نهار ابوك اسود. امشي اطلعي قدامي. امشي الواد. امشي واد ايه ده؟ لولا الواد كمان مسقطك يا اختي. شفتي؟ ادي فوزيه ومحروس اللي كنت عايزة تسندي عليهم يا عشكة. خليكي معايا تكسبي. هنا يا أما. ده أنا قلت أنت مش هتسيبي البيت الكبير ولا بالطبل البلدي. سبت البيت عادي كده الكريمة؟ طب مش خايفة لا ياخدوا الحيطان ويهشوا؟ هنرجعها تاني كيف؟ لا لا يا جبرية، انت غلطانة. ما تقعديش هنا، قومي. انت ما تعرفيش ايه اللي بيحصل هناك. مش يمكن الحيطان تنقص طوبة ولا الفرش ينقص ملاية ولا حاجة وتبقى كارثة. وانت نزلت مصر واتبسطت وسبت الدنيا تولع هنا؟ ولع من زمان يا شيخ، ما تحطش في بالك. يعني انت هتسيب؟ اوعي تقولي كريمة وبناتها. مش بنات كريمة، سابوا البيت وقاعدين عند خالهم. وزينب نزلت مصر، كريمة بس اللي في البيت، سايبة بناتها اللي بتخاف عليهم واللي حاربت الدنيا عشان حقهم، سايباهم عشان خاطر الفلوس. والله قاعدة في البيت سايبة الرتال تعمل اللي هي عايزاه، وشاهدة على حل شعرها، وزينب في مصر مش لاقية تاكل. كل ده عشان خاطر حاجها في البيت الكبير. يا سلام يا سلام على المخ والتفكير، على النعمة عشرة على عشرة. انت مفيش منك فايدة، وانا اللي قلت انك جد ظهري وسندي، ماليش غيرك دلوقتي. انا؟ مالكيش غير انا يا اما؟ صح، ما مروان ميت. ميت بس لسه عايش. ميت بس ماشي على رجليه. هو أنا مين معايا ومين ضدي؟ مين بيحبني ومين بيكرهني يا أمّا؟ أنا بحبك يا حبيبي، ده أنت قلبي ونني عيني. ما مروان كان كده، وأنت كان ليكي غيره. عايزة مننا إيه؟ عايزة إيه يا أمّا؟ أقول لك، أنا حامل المفروض كنت أعمله من زمان. يا مري، أنت رايح فين؟ حاجة المروان. هو كده كده ميت ياما. بعدين يبقى خلصنا من هم، ولما يموت كل حاجة هتبقى في يدي ويدك. أنت اتجننت يا حسن؟ تقتل أخوك؟ انت قتلتيه يا اما وهو لسه عايش. انا مش هعمل حاجه جديده ولا حاجه انت ما عملتهاش يا جبريه. انا هخلصك من مروان، وهتدخل البيت الكبير وتقعدي وتتربعي، تاخدي الارض والمال، وتطلعي كريمه بره، وتبهدلي بنات عبد الله. مش كده وبس، لا، هخليكي ترمي فوزية وجوزها برا البلد كلها، ومحدش هيقول لك تلت التلاتة كام.
عايزين مننا ايه؟ عايزين تشوفونا بناكلوا بعض؟ عايزين تشوفونا بننهشوا في لحم بعض؟ لا يا حسن، عايزك تفوق وتعرف ان هي الدنيا بقت كده، يا غالب يا مغلوب، يا قاتل يا مقتول. ولو فضلت كده الناس هيلعبوا بيك. مروان يما هيرجع. هيرجع. ولا انت فاكر اني كنت حسكت لو انا مش عارفه اخرته ايه؟ هيرجع، وهنفضل انا وانت وهو كبار البلد. بس انا تعبت يما، تعبت قوي. لازم تعرف يا بدري ان مروان ولد عبد الحكيم لحمه مر وصعب قوي ان يروح في الوباء. اي حد يحاول يقرب منه او يؤذيه يبقى قلبه حجر صوان. تقدمت السبت خساره، بس يا بتمنيل بستين نيلة. انت انت يا بدري تعمل فيا كده؟ انت كنت من رجالتي ودراع اليمين. انت الكبير، انا ممكن يعني اقول لك سامحني، شيطان وزني، انا غلطت يا كبير. ممكن اقول لك ان انا خنتك، بس أقول لك على حاجة، أنا ما خنتكش. كيف يعني ما خنتنيش؟ ما اللي حصل ده إيه؟ تسميه إيه؟ أنت خطفتني زي العيال الصغيرة اللي ملهاش سعر. ورجالتك؟ رجالة إيه؟ دول مش رجالة. الراجل اللي يصون العشرة ويصون كلمته ويصون ولي نعمته. أنت خدتني غدر، أنا هوديك مستشفى المجانين، السرايا الصفراء. أنا شايف من ريحة غاد. كل اللي اتفقنا عليه تمام. أنا جاي لك لوحدي. يلا هم اخطفني تاني. أنت خاين والخيانة في دمك. أقول لك إيه؟ أقول يا خسيس؟ مش كفاية. أقول يا خاين برضو مش كفاية. تعرف يا كبير، أنا وادي الجبل وطريد رجالتي حواليا، استحي معايا ما خايفش. حقك عليا، دول الملامة أحب على رجلك يا كبير. لا سيبك من اللي انت بتقوله ده وقول لي ازاي طويتك رجولتك تعمل فيا كده. انا مروان ولد عبد الحكيم الكبير، انت تعمل فيا اللي عامله العفشه دي؟ معلش قلت لك حقك عليا، لكن لو قلت لك الحقيقه مش هتصدق. ايه كنت شارب ولا مش وعيك اياك؟ لا، اللي حصل ده كان اكبر مني ومنك. اللي حصل ده كان عشان خاطر ناس تانيه، ناس كبارات اكبر مني ومنك ومن البلد كلها. ايه اتوضح كلامك، انت هتكلمني بالالغاز؟ لكن انت فاكر اني كنت بساعد حسن عشان ينتقم منك بس؟ لا 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 يا كبير، كان في ناس تانية عايزة تخلص عليك تكسرك، قالوا لي وخدونا عشان احقق لهم اللي عايزينه، وحصل.
قدرتش اقول لا. ناس كبار قلت لا. كبار قوي قوي قوي. كمل يا ابو الغدره والخيانه. اوعاك تكون فاكر ان اسحاق هو اللي خرجك من المستشفى لما اتصلت بيه، لا. هما اللي طلعوك. هما كانوا بس مستنيين منك حركه واحده بس تقول انك عايز تخرج. لما عملتها خرجوك. اسمع يا بدري، انا هعتبر نفسي قبلت اعتذارك، لكن انا ما قبلتوش، وحقي هاخده منك هاخده. وعز جلاله الله، انا اللي يهمني انت ولا رجالتك ولا الكبارات اللي انت بتتكلم عليهم دول. مش هقول لك ان احنا نتعهدوا، لا، عشان انت خاين. تمام، بكره تشوف اذا كنت خاين ولا لا. انا راجلك، دراعك اليمين، اللي عاوزه اعمله. ماشي يا بدري، هصدقك. عملت ايه مع كريمه؟ ايه؟ هتوضح كلامك. انت هتكلمني بالالغاز؟ لكن انت فاكر أنا كنت بساعد حسن عشان ينتقم منك بس؟ لا 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 يا كبير، كان في ناس تانية عايزة تخلص عليك، تكسرك، قالوا لي وخدونا عشان أحقق لهم اللي عايزينه، وحصل. ما قدرتش أقول لا. ناس كبار قلت لك، كبار قوي قوي قوي. كمل يا ابو الغدره والخيانه. اوعاك تكون فاكر ان اسحاق هو اللي خرجك من المستشفى لما اتصلت بيه، لا. هما اللي طلعوك. هما كانوا بس مستنيين منك حركه واحده بس تقول انك عايز تخرج. لما عملتها خرجوك. اسمع يا بدري، انا هعتبر نفسي قبلت اعتذارك، لكن انا ما قبلتوش، وحقي هاخده منك هاخده. وعز جلاله الله، انا اللي يهمني انت ولا رجالتك ولا الكبارات اللي انت بتتكلم عليهم دول. مش هقول لك ان احنا نتعهدوا، لا، عشان انت خاين. تمام، بكره تشوف اذا كنت خاين ولا لا. انا راجلك، دراعك اليمين، اللي عاوزه اعمله. ماشي يا بدري، هصدقك. عملت ايه مع كريمه؟ قلت لها انا تحت امرك في اللي انت عاوزاه. وانت ناوي على ايه؟ انا معاك، من يدك دي ليدك دي. اللي هي عايزاه انا معاها لاخر نفس. لو تقول لي على اللي في دماغك. اللي في دماغي ان كل واحد يعمل اللي هو عاوزه. ها؟ طب وهي يعني هتجيب فلوس منين؟ هتتصرف. قول لها اللي انت عايزاه تحت امرك. لازم تدفع للرجال اللي يرضيها، والبضاعه اللي جايه لازم لها فلوس. هي عايزه تبقى فوق الكل وتتحكم، وماله؟ اللي يدفع يشيل ولا ايه؟ ايه؟ كبير، لتاني مره بقولها لك، حقك علي. اكفي الموضوع ده يا بدري، بعدين نتحاسب. المهم إن المصلحة دي تتم. نعم يا سي فتحي، نازل زن زن زن، عايزك عايزك ضروري ضروري، أديني جيت. نعم. مروان جالي. في البيت؟ عادي جدا، وإيه يعني؟ بيشوف أخته، ما فيهاش حاجة. لا، ده ما كانش جاي عشان يزور أخته، ده كان جاي لنا. عادي قوي، ما انت نازل زن على دماغه وهو راخر. انا شفت جبريه، امك عملت، امك سوت. عادي يا فتحي، عادي يعني. لا، ده كان جاي عشان يسالني. يسالك؟ يسالك على ايه؟ كان جاي يسالني اذا كان فعلا شفت جبريه خارجه من بيت فريده ليلتها، ولا بيتهيألي. وانت قلت له ايه؟
هقول له ايه يعني؟ شفتها طبعا برئاسة كريمة. هو انا هبل؟ كنت اهبل، انما دلوقتي ما شاء الله عليك. فتحي اوعى دماغك توزك كده ولا كده. لا كده ولا كده، انا وانت في مركب واحدة من الاول. ما انا لو غيرت كلامي دلوقتي هروح انا في 60 داهية. شاطر، يعني انت عارف ان انا وانت في مركب واحدة، عشان كده بطل زن عليا بقى يا اخويا، وبطل تكلمني كتير. عايز اشوفك، مش لازم حد يشوفنا مع بعض يا فتحي، فاهم؟ ولو جه وسألني تاني؟ انت عندك حاجة تانية تقولها؟ ما عنديش، وكمان ما عنديش فلوس. انا عايز فلوس. فلوس؟ فيش فلوس. فلوسي ايه يا فتحي؟ ما فيش فلوس يا حبيبي. فلوس ايه اللي انت عايزها؟ الله، ده انت بتخلعي مني بقى. ولا بخلع منك ولا حاجة، انت لسه قايلها اهو، ما تقدرش تغير اقوالك، وخصوصا مع مروان. خلاص خلصنا، ما توجعش دماغي بقى كل شوية عايزك عايزك. سلام. ولا انت فاكر ان بعترضكم بعيد عني؟ همريح قلبي، ده انا خايفة عليك، مجهورة على مروان، على جريل، وعلى بعده عني. انت موجوعة يا امه؟ لا، مين قالك دي؟ لا موجوعة. ليه يا أم مش عايزة حد يحس بيك؟ ليه ما بتشتكيش؟ ليه ما بتقوليش اللي واجهك؟ عشان ما فيش حاجة تهزني. ليه يا أم؟ جبل؟ صخر؟ قلبك حجر؟ لا يا أم، استحيل. ليه استحيل؟ عشان خاطر جهرتك دي اللي أنا شايفة. بلا هالكلام الفارغ، يلا قوم روح لعروستك يلا. بس انا عايز اقعد معاك. وانا ما عايزكش تقعد معايا. روح شوف حالك يلا. وخلي بالك، اوعى عينك تغمض، غيرك عينه مفتحه ومستني ياخد روحك. ليه اما دايما في حد بيفكر في الاذيه؟ ليه دايما في حد عايز يموتنا عشان هو يعيش؟ دايما في حد عايز يدوس عليا، لازم اسبقه بخطوه. ليه يا امه؟ هي دي الحقيقه. ليه ما تكونش الحقيقه غير كده؟ وعدها لك يا حسن. يلا يلا قوم روح شوف بيتك وشوف حالك. والبيت الكبير بيتنا. البيت الكبير، البيت اللي هتكون فيه جبريه. هنا يا امه في البيت ده؟ لا مش هنا، بعدين أقول لك. آه يا محروس يا خسيس يا واطي، ندلي من يومك، مش جديد عليك، عينك فارغة. هو مين في البيت ده عينه مش فارغة وهتطلع على كل حاجة في يد التاني؟ لا يا فوزية، خدي بالك على روحك. انت دلوقتي ما بقيتيش وحدك، بقيتي مسؤولة عن عيل لازم ان يجي الدنيا يلاقيها فاتحة دراعاتها ليه وبتقول له عيش وانبسط. بس الخير والمال اللي انت عايزاه يبقى مستني ولدك ده في يد مين دلوقتي؟ ولا هنقعد ندور زي البهايم في الساقية ورا بعض؟ لازم أن ولدك يجي يلاقي كل حاجة في يدك وتحت أمرك. بس انت قولي آه، اسمعي الكلام اللي مروان قالك عليه وخلي كل حاجة في يدك، وساعتها الكل حيبقى تحت رجليكي، واللي هيفتح حنكه ولا يقول لي تلت التلاتة كام ملوش عازة عندي ويطلع برا البيت الكبير. يا بنت يا فاشلة، يا اللي لا انت نافعة في رقص ولا انت نافعة في تكبيس. ايوه في ايه يا قبلتي؟ مسك يا بنت إيه كويس؟ اهو اهو يا اختي اهو. يلا دلكي صوابع الزبدة دي. اها. انت يا بنت انا عايزة افهمك، ايه السكة اللي انت ماشية فيها دي؟ يوه
وانا يعني كنت هعمل له ايه؟ كنت هقفله انا يعني ولا هقفله؟ اه ما انت يا ابو كيفو لو ما كانش ليكي مزاج كان زمانك دلوقتي صوتي ولمتي عليه البيت كله. لا ما ينفعش، كانوا يكرشوني من البيت ويقولوا لي مع السلامه. تعالي يا بيت امشي من هنا. قومي قومي هاتي الشيشه خلينا عند المزاجي. اتفضلي هاتي خدي. انت عارفه يا بنتي لو ما جيتيليش دغري قسما عظما لكنش حناكي على اسكندريه. وانت مين قالك ان محروس هيسيبنا امشي؟ نعم يا اختي. بصي بقى انت قابلتي وحبيبتي وانت اللي مربياني وعلى عيني وعلى راسي، بس انا برضو تعبت بقى وعايزه اتجوز واستقر كده واخلف. وهو محروس السنكوح الكاتيان ده هو اللي هيخليكي تتجوزي وتتستتي وتجيبي كمان عيال؟ اه هو محروس الكاتيان ده هو اللي هيعمل كده. انت يا بنت ناسي ان هو متجوز فوزيه؟ فوزيه اخت مروان البعبع. هو ماسكها من ايدها اللي بتوجعها، هو ابو ابنها، يعني في النهايه هتقول له ايه؟ انا تحت امره. اديكي بتقولي ماسكها من ايدها اللي بتوجعها، وفي الاخر هتبقى تحت امره وانت اللي هتبقي كوخه. هي تحت امره، لكن هو بقى هيبقى تحت امر انا. بقول لك ايه يا قبلتي لا مؤاخذه ما تزعليش مني، انا شايفاكي داخله على الناس بقلبك قوي. كل ده عشان ايه وعشان مين؟ عشان عبد الحكيم اللي كان بيجي لك يوم ويغيب 10؟ ولا كان بيجي يرمي لك الكام ملطوش ويمشي؟ وبعدين انت فاكره ان انت يعني داخله عليهم بقلبك كده وعشان انت طيبه وعايزه لهم الصالح هم هيحبوكي؟ كانوا حبوا نفسهم بلا خيبه. بيت بتحبي عبد الحكيم وعايزاه يرتاح في تربته؟ عمره ما هيرتاح ابدا، عارفه ليه؟ عشان عبد الحكيم ده كان حرامي. يخرب بيتي. ايوه كان حرامي، هي دي الحقيقه اللي انت مش عايزه تشوفيها. هو سرق اخوه وعياله سرقوا اولاد اخوه. الناس دي هتموت بعضها، واللي جاي بقى وهيكسب من الليله دي كلها في الاخر احنا، انا وانت ومحروس. ازاي يا قبلتي؟ البيت ده لازم يتطربق فوق نافوخهم. بيت مش شايلاه عمدان، احنا بقى نسنده ونعيش لنا يومين. مش يا بت امشي امشي صدعتيني. بقول لك ايه، مش طالعه قبل ما اقول لك اللي جاي في البيت ده ولا مروان ولا حسن ولا كريمه ولا احزنون، اللي جاي محروس هو اللي هيركب ويدلدل صدقيني. وهترجعي تقولي سمسمه قالت. اعصابك ايه؟ حديد؟ وانا مش فاهمه انت قلقانه قوي كده ليه؟ كل اللي قلته لك ده ما يجلكش؟ طريقته وكلامه ما يجلكش؟ لا ما يقلقش خالص. أنا عارفة إن الناس دي كويس قوي، وعارفة بتفكر إزاي، وعارفة إن نص كلامه مش صحيح. هو فعلاً مهدي ما كانش شغال بدماغه، آه دي حقيقة، بس مش معنى كده أبداً إن هو كان مفلس، وإن كل حاجة باسم اللي اسمه عادل ده. فكري بالعقل حتى. ده قال لك الكلمتين دول يا حبيبتي عشان يوقعك، مش أكتر. وبعدين مش مهم اللي قاله، المهم أنا وإنتي هنعمل إيه. طب وكلامه عن الطريقة اللي مات بيها مهدي؟ يا بنت مش كده. أنا ما كنتش فاكراك إنك خفيفة قوي، مع إن شكلك ما يجيبش صراحة. زي ما قلت لك هو بيعمل كده بس عشان يرعبك، عشان تبقي زي الخاتم في صباعه. أنا فاهمة. عادل الجهنمي. أهلا. اتأخرت عليك، معلش. بلد عندكم بقت زحمة قوي، أنا نازل من البيت بقالي ساعة. نورت مصر. لا دي مصر منورة بأهلها. وبعدين أنا أعرف إن محرم عنده أخت، بس مش أخت حلوة قوي كده وشيك قوي كده. وأنا عارفة مهدي كويس قوي. وعارفه ان هو لا يمكن يشارك حد لانه براوي، لا يمكن يحط ايده في ايد اي بني ادم تاني. طب حتى كنا نشرب القهوه مع بعض ونتعرف على بعض اكتر قبل ما تدخلي فيها شمال قوي كده. ومين قالك ان انا داخله فيك شمال خالص؟ انا بس بجيب من الاخر عشان نقعد مع بعض ونبقى حدايا. لا انا زعلان منك قوي يا ناديه كده، خليتي ريم تشيل مني. والله انا حكيت اللي حصل، وبعدين انا ما قلتش حاجه اكتر من اللي انت قلته. هو انا قلت ايه؟ ممكن تسيب ناديه في حالها وتخليك معايا انا احسن. نبدأ من الأول، إيه رأيك؟ نورت مصر. وأنت جميلة أوي وشيك أوي. وبعدين بقى؟ ماشي. عموما أنا مبسوط إن أنا قعدت معاكي وتعرفت عليكي، لأن أنا من زمان كنت عايزة أعرفك أنت وأخوكي، بس ما كانش ينفع، أو بالأصح كان ممنوع يعني. حلو الكلام. دلوقتي مش ممنوع ولا حاجة. مهدي مات، ولازم يبقى في حد مكانه وحد يقيم الوضع الجديد. أنت مش سهلة خالص. وأنت مش واضح. واللي أنت قلته لنادية ممكن يخوف أي حد، إلا أنا طبعاً. على فكرة أنا مش جاي عشان أخبطكوا وأوتر العلاقة بينكوا، أنا كل اللي أنا جاي بس عايز أعرف بعد موته إيه اللي هيحصل؟ أنت عارفين الثروة كبيرة والفلوس كبيرة والمسؤوليات كتيرة، وخصوصاً إن خصوصاً إن في حاجات كتيرة قوي ومعاملات كتيرة قوي كانت باسم مهدي. ما ينفعش أنت تيجي فجأة كده لنادية وتقولها إن مفيش أي حاجة باسم مهدي، وإن مهدي ده مجرد وجهة لناس تانية. أنت عارف إن الكلام ده صعب قوي، والناس التانية دي ممكن تقلب علينا ولا إيه؟ حلو الكلام. دماغ متكلفة وعارفة هي بتقول إيه.
بس سيبك بقى من الشغل والكلام ده. انا هقولها لك تاني، انا مبسوط ان انا قعدت معاكي وتعرفت عليكي. ميرسي انا الدوشة. وانا زعلانه قوي، عارف ليه؟ لانك المفروض لما تيجي لا تقابلني انا لا تقابل محرم، لكن ما تروحش للغلبانه دي وتخوفها. غلبانه؟ انت غلبانه انا الدوشة؟ قهوتك ايه؟ لا احنا قلنا هنتغدى. لا انا ما بتغداش مع حد ما اعرفوش، عشان غدا معناه عيش وملح، وانا العيش والملح دوت لازم البني ادم اللي اكله معاه لازم يدخل قلبي، وانا قلبي جامد ما بيتفتحش لاي حد. امال انا ليه من ساعه ما قعدت على الكرسي ده وحاسس ان قلبي راح وما رجعش؟ حلو جو اللي انا شايفاه دي، امال دخلت نافش نفسك عليا ليه؟ الله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الله، ايه الشياكه دي؟ على فين كده يا مروان؟ نازل مصر رايح لزينب. بجد؟ طب دقيقتين احط عليا عبايه واجيبها. لا 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 لا، خليكي، انا هجيبها واجي. والنبي صحيح؟ ايوه صحيح، انت عارفه انها تعبانه ما تنفعش تقعد لوحدها. اه والله عيد، انا قلبي واكلني عليها قوي. بقول لك ايه، لو نشفت دماغها هاتها بالعافيه. عافيه ايه؟ العافيه ما تنفعش مع زينب دلوق. عندك حق. لو ما رضيتش تيجي، تيجي تقعدي في مصر معاها؟ ها؟ طبعا اجي، يعني ما كنتش هخدم زينب واقعد معاها، هخدم مين؟ بس ما ينفعش اسيب هنا، انت عارف الدنيا ملخبطه ومفيش حاجه مظبوطه. ان شاء الله كل حاجه هتبقى مظبوطه. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالسلامه يا حبيبي، بالسلامه. قال ايه بيعمل حجته زينب تنزلي تقعدي معاها في مصر؟ كل ده عشان اسيب كل حاجه للست فوزيه، وبعد كده يرجع يقول لي امك في العش ولا طارت يا كريمه. عيلة أنا صغيرة وبق البزازة، حابلع من الكلام ده. على فين يا محروس؟ مش بكلمك، رد عليا. أنت يا زفت. نعم نعم أموري. ما بتردش عليا ليه؟ وأرد عليكي ليه أساسا؟ الأدب والأخلاق بيقولوا أما ستك كريمة تكلمك ترد عليها. يا واد، أنا اللي في ظهرك وهنفعك وهعمل لك كل حاجة. وانا عايز ايه بقى ان شاء الله؟ اقول لك وما تزعلش يا محروس. لا مش هزعل. عايز تتجوز ساميه؟ طب ما انا هتجوزها وانا مستني حد يساعدني اكتع انا يعني. معلش معلش يا واد، خد هنا، انا اللي هنفعك. ما واضح قوي ان كل حد في البيت ده نفع التاني قوي. معلش خليها مره تانيه أشوف وشك. والله كان نفسي أقول لك بخير، بس الظاهر كده إن البيت ده ما فيهوش أم خير. طب غرفي ده خورتك القرف تسد النفس يا ابن المخشوشة. شايف يا عبد الحكيم الواد محروس بيكلمني إزاي؟ شايف؟ الله يرحمك ويحسن إليك. الله يرحمك يا عبد الحكيم. يا خضرة، مش سامع الباب؟ حاضر. ما تقصر يا اللي على الباب. الله، وايه يا اختي ده؟ دب 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 دب. نعم، مين؟ فين؟ الرئيس عاوزك النهارده. انت ايه اللي جابك هنا؟ الرئيس عاوزك النهارده ولازم تيجي. طب امشي امشي، غور. بالسلام. ما تغور بعدك، داهيه في شكلك. مين الراجل اللي كان على الباب ده يا كريم؟ ده؟ ايوه ده؟ بيسأل على مروان بيه. هو مروان فين؟ نزل مصر يجيب زينب يا حبيبتي. ايه يا اختي ده؟ ايه البصه دي؟ معناها ايه يعني بصتك كده؟ يهمك تعرفي؟ طبعا يا فوزية. بتتفقي مع نعيمه عليا يا كريمه؟ انا تمشي في جنازتي لو كنت عملت كده. يا وليه؟ ده انا سامعاكي بوداني. يبقى انت بقى ما استنطيش من اول الحكايه. انا كنت بكركرها في الكلام، عايز اعرف ميتها ايه واجيب من الاخر. مين نعيمه دي؟ تسوى ايه يعني؟ دي يا دوبك حته مسمار مصدي اتلزق في الحيطه، وانا وانت ان شاء الله هنشيله كده اهو ونرميه بره البيت. سبحان الله، اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب.
احنا يا فوزيه ده انا بتمنى لك الرضا ترضي، ده انا عايزاكي تبقي ست البيت كله، عايزاكي وانت نازله من على السلم ده تنوري البيت الكبير كده وتلعلطي فيه. طب ما دام انت عايزانا لعلط ما ترسيني على الفوله، قولي لي ايه اللي في دماغك. في دماغي ما فيش حاجه يا اختي في دماغي غير كل خير. اه والله ده انت حبيبتي. يعني جولك وافق على اللي جاله مروان؟ بصي يا فوزيه، انت دونا عن اي حد ست حقانيه قوي. اه لو اديتي يا اختي كل واحد حقه توافقي، ما توافقيش ليه؟ انا شخصيا موافقه. عارفه ليه يا فوزيه؟ انا واثق فيكي يا حبيبتي. لا والله. اه والله ده انت حبيبتي وروحي كده. مش مصدقاني؟ طب تعالي يا حبيبتي في حضني كده وانت تشوفي دقه قلبي. حبيبتي روحي تقومي بالسلامه يا رب واشيلي البيبي كده يقول وا وا وا. مش كنا اتقابلنا في الشركه احسن؟ لا جو الشركه مش مريح بالنسبه لي. وايه اللي مش مريح فيه؟ بحس ان روح مهدي بترفرف حواليه. بس انتوا ما تعرفوش مهدي ده كان بالنسبه لي، كان بالنسبه لي اب روح يعني. ليه فضل عليا، هو اللي معلمني كل حاجه، هو اللي دخلني المجال ده. بصراحه ما كنتش متخيل في يوم من الايام انه يموت. كنت على طول بشوفه قوي، راجل جامد. كنت بتمنى ان انا في يوم من الايام ابقى شبهه او حتى حته منه. انت بتحبه قوي بقى؟ زي ما قلت لك كان ليه افضل عليا كتير. خدك من الملاجئ ورباك يعني؟ حاجه زي كده. انت صدقت ولا ايه؟ انا بهزر. انا على فكره ما كنتش متخيله ابدا العلاقه بينكم قويه قوي كده. كناش بنتقابل انا وهو كتير، بس كنا بنتكلم في التليفون دايما. طب قولي بصراحه كده، هو كان ناوينا على ايه؟ انت ومين؟ انا ومحر. ولا حاجه، العكس كان بيقول ان انتوا هتبقوا نسايب. بصراحه انا توقعت انه انه هيتجوزني. صح؟ لا هو كان عاوز يتجوز لبنى بنت محر. ايه تخيل، راجل مش مظبوط. الحمد لله ربنا خلصنا منه. موته كان صدمه بالنسبه لنا كلنا. كلنا اتخضينا لما عرفنا انه مات، خصوصا ان الراجل ده كان بصحته، ما كانش بيشكي من اي حاجه خالص. احنا كلنا توقعنا ان في حد ورا موته. حد زي مين يعني؟ لا طبعا هو مات موته طبيعيه، بس اللي انت ما تعرفوش بقى ان مهدي كان تعبان قوي وكان بيشرب كتير. حتى الدكاتره قالوا له خلي بالك من قلبك، بس انت عارف هو عينه دي وما بيسمعش الكلام. عارف انه كان قوي وجبار كمان. سيبك منه، محدش بياخد عمر اكتر من عمره. خلينا في المهم. ما تلاقيش، مفيش حاجه تخافي منها يا ريم. وبعدين انا زي ما قلت لكم انا مش جاي عشان ابوظ اي حاجه ولا اغير اي حد من مكانه. كل واحد فيكم يفضل في مكانه في الشركه زي ما هو. انا بس جاي عشان انقل لكم الصوره كامله، وعشان اقدم العزف مهدي. انا زي ما قلت لكم ان هو غالي عندي قوي، بس ما تقلقوش كل حاجه تفضل زي ما هي. معلش تليفون مهم ممكن ارد عليه؟ طبعا اتفضل. عن اذنكم. انا مش مرتاحه. ليه؟ بالعكس يعني انا شايفاه واضح وصريح وجاب من الاخر. وايه حكايه الاب الروحي دي؟ ما تقلقيش انا هبقى افهمك بعدين. تفتكر يكون شاكك في حاجه؟ خالص. على الرعب اللي في عينيكي ده هو اللي هيخليه يحس ان ورانا مصيبه. معلش اسف، بس كان لازم ارد على التليفون ده. ها نتغدى؟ لا 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 مش عايزكم تفكروا، احنا هنتغدى انا هنتغدى. ماشي؟ متر. على فين يا فتحي؟ هنزل مصر. تنزل مصر تعمل ايه؟ هنزل مصر ادور على شغل وانا قاعد هنا بهب بايه؟ تتكلم جد يا فتحي؟ اه بتكلم بجد يا شمس، بتكلم بجد يا شمس. هعمل ايه يعني؟ ما احنا لو ما لقيناش شغل مش هنلاقي ناكل. عين الحاج، بس هتشتغل ايه؟ اهو اي حاجه والسلام بقى، اللي الاقيه قدامي ان شاء الله. حتى اشتغل شيال في المحطه. لا طبعا، شيال ده ايه؟ عندك حل تاني؟ انا حتى بفكر ابيع البيت ده وناخد شقه بالايجار في مصر، وهنسيب البلد دي خالص بقى. تسيب بيت ملك وتسكن بالايجار؟ وانت فاكره ان سهل عليا يعني يا شمس ان انا ابيع البيت ده؟ ده انا تعبت فيه قوي، ده انا كنت بحط القرش على القرش والله. بس هنعمل ايه؟ ما قداميش حل تاني. ولا عايزه تشحتي في الشوارع؟
ليه؟ فقرة إياه؟ آه فقرة، وما حلتناش اللضا لا قدامنا ولا ورانا. ده أنا الجراد في أرض أبويا. ما تكمليش لا أرض أبوكي ولا بيت أبوكي. إحنا مقطوعين من شجرة وملناش حد. ومن هنا ورايح يا بنت الناس ناكل نجوع اللي هعمله تعمليه وخلاص من سكات، ولا ليكي رأي تاني؟ أنا مش هسيبك يا فتحي، وهفضل جنبك ووراك وفي ظهرك. ده أنت جوزي وإن شاء الله هتبقى أبو عيالي. عيالك أه. أنت عارفة يا شمس تكلفة الدكاترة كام عشان نعمل اللي أنت عايزاه ده؟ كتير قوي يا ماما، وإحنا معناش اللضا. سيبيني بس كده إيه أشوف بس أنا هعمل إيه وربنا يسهل. عارفه مشكلتك ايه يا ريتال؟ مشكلتك ان انتي فاكره الناس بتفضل زي ما هي ما بتتغيرش. انا عايزه اشوف حل المشكله اللي انا فيها دي. مشكله ايه؟ مشكله ايه؟ الظاهري ان انا بقيت زي ما حسن ما قال عليا، لا طايله فوق ولا طايله تحت، رقصت على السلم يعني. عشان حاطه كل همك على حسن، فاكره ان حسن هو الطريق الوحيد اللي انتي عايزاه. بس ده مش حقيقي يا ريتال، حسن مرحلة عدت خلاص. لازم بقى تشوفي لك سكة تانية بعيد عن حسن خالص، لأن حسن مش هيرجع تاني. وابنك مش الضربة القاضية اللي هتوجعه، كان فرق معاه اللي اتخطف ولا إيه؟ عندك حق. طب وإنتي ناوية تعملي إيه؟ ما تسألي ليه؟ مش يمكن الطريق اللي انت ماشيه فيه عاجبني وامشي فيه معاكي؟ لا. هو لا، انا اختك على فكره. اه انت اختي وكل حاجه، بس انا خاف على ترتيبتي منك، اصل انت يعني متهوره ومندفعه. لا ما تقلقيش، قولي بس انت ناويه على ايه وانا هبقى معاكي، ما تقلقيش مني خالص. بصي، هي لعبه كده هلعبها مع امك، واللي هيجي منها هاخده وامشي من البلد دي خالص، ولو قدرت هاجر والله لا هاجر. تبقى لعبه فلوس طبعا معاكي. وماله؟ قولي لي وما تخبيش عليا. انا اهم حاجه عندي ان الحكايه تتم في هدوء، مش عايزه شوشره. طب ما تبيعي وتاخدي اللي ليكي وتخلعي شهد. لا انا عشان اخلع لازم يبقى معايا فلوس، وفلوس كتيره قوي، عشان يوم ما اطير اطير وما ارجعش تاني. شكلك انت اللي هتفلحي فينا يا بنت كراميلا. منوره يا ست كريمه. كتر خيرك، الف شكر. ما قلتليش بقى، يعني اي حاجه هتقولها انا تحت امرك. اؤمر. انا عندي وعدي في عمليه كده صغيره، بس جاي من وراها لقمه عيش حلوه تنفع الواحده لسه باديه زيك. ماشي، كلام حلو، بس الدفع كاش. بس معلش سامحني، يعني انا مش هعرف اصرف الحاجه اللي ما تخافيش. تصرفها عندنا. وبعدين يعني ايه؟ انا عامل حساب انك انت اول عمليه بالنسبه لك، فحاكسم عمولتي نصين. بس المهم ما تاخريش الدفع ولا يوم. لا 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 لا، ما فيهاش تفكير. يا ايوه يا لا. لو ايوه يبقى لازم تدفعي، لو لا يبقى خليكي على البر، ما تنزليش البحر لا تغرقي. وانا ما عنديش اللي ينقذك يا ست كريمه. حاضر، كل كلامك نافذ. لما تكلمني وتقول لي فلوس قد ايه هجهزهم لك تاني يوم على طول. ايه رايك يا زينب؟ حلو قوي، تسلم ايديك. انت اي حاجه منك حلو، بس صدقني انا مش عايزه حاجه.
هتكسفيني. فلوسها منين يا مروان؟ أقول لك على حاجة حلوة وتقبليها مني؟ ممكن، بس لو هتبقى حاجة حلوة بجد. أنا هقعد معاك هنا، مش هرجع البلد تاني. وهنأس الشركة، شركة كبيرة قوي. إحنا مش أي كلام في البلد دي، إحنا لنا معارف كتير، وأنت بتفهمي في الأمور المالية. يعني لو فتحنا شركة هنشتغل زين، أنا متأكد من كده. والحكاية دي بجد ولا وراها حاجة؟ أخص عليك يا زينب، هي بتقولك ده؟ طمني، أنا كل اللي أنا عايزاه إني أبقى مطمنة عليك وعلى حياتنا. أنا هسيب كل حاجة في يد عمتي، تتصرف، تعمل اللي هي عايزاه. طب ما تخلص أنت القصة دي خالص، ودي كل واحد حقه خلاص. مهما أعمل يا زينب، مش هرضى أي حد. أنا في نظرهم دلوقتي المفتري والظالم، لكن عمتي ليها خاطر عنديهم، هيقبلوا أي حاجة تقولها. أنا مش عايز أي حاجة من الدنيا دي غيرك أنت وبس. أنا وأنت وبس يا زينب. كان عندك حق يا زينب، أنا هاخد إيه من الصراع والخصام ده كله؟ أمي وبعتني وحسن أخوي عمره ما هيصوا من ناحيتي، ومرت أبوي اللي ظهرت على غفلة دي لا بتحبني ولا بتطيقني. مش عارف أعمل إيه، أنا تعبت والله تعبت يا زينب. عايز أصدقك. لازم تصدقيني، عقلك بيقول لك إن أنا كذاب مش كده؟ أنا بس مش متخيلة فكرة إنك فجأة كده تسيب كل حاجة بسهولة، بس أنا هصدقك وبقول لك أهو، طالما هنبتدي صح أنا معاك اللي أنت عايزه. هنفتح شركة مجوالات. هتجيب فلوسها منين؟ يا زينب أنا برضو مش على الحديدة. لو كنت بتفكري في الفلوس جات منين، أنا هقعد معاك وبقول لك على أصلها. إحنا هناخد من الأصول اللي سابها جدي 100% فلوس سليمة، ناخد منها ونبتدي. ماشي، وأنا معاك. آه يا زينب مالك؟ آه مالك يا زينب؟ آه في إيه؟ مروان حامي. آه مالك؟ أنا هقعد معاك هنا، مش هرجع البلد تاني. وهنأس الشركة، شركة كبيرة قوي. احنا مش اي كلام في البلد دي، احنا لنا معارف كتير، وانت بتفهمي في الامور الماليه. يعني لو فتحنا شركه هنشتغل زين، انا متاكد من كده. والحكايه دي بجد ولا وراها حاجه؟ اخص عليك يا زينب، هي بتقولي كده؟ طمني، انا كل اللي انا عايزاه اني ابقى مطمنه عليك وعلى حياتنا. انا هسيب كل حاجه في يد عمتي، تتصرف، تعمل اللي هي عايزاه. طب ما تخلص انت القصه دي خالص، ودي كل واحد حقه خلاص. مهما اعمل يا زينب، مش هرضى اي حد. انا في نظرهم دلوقتي المفتري والظالم، لكن عمتي ليها خاطر عنديهم، هيقبلوا اي حاجه تقولها. انا مش عايز اي حاجه من الدنيا دي غيرك انت وبس. انا وانت وبس يا زينب. كان عندك حق يا زينب، انا هاخد ايه من الصراع والخصام ده كله؟ امي وبعتني وحسن اخوي عمره ما هيصوا من ناحيتي، ومرت ابوي اللي ظهرت على غفله دي لا بتحبني ولا بتطيقني. مش عارف اعمل ايه، انا تعبت والله تعبت يا زينب. عايز اصدقك. لازم تصدقيني، عقلك بيقول لك ان انا كذاب مش كده؟ انا بس مش متخيله فكره انك فجاه كده تسيب كل حاجه بسهوله، بس انا هصدقك وبقول لك اهو، طالما هنبتدي صح انا معاك اللي انت عايزه. هنفتح شركة مجوالات. هتجيب فلوسها منين؟ يا زينب أنا برضو مش على الحديدة. لو كنت بتفكري في الفلوس جات منين، أنا هقعد معاك وبقول لك على أصلها. إحنا هناخد من الأصول اللي سابها جدي 100% فلوس سليمة، ناخد منها ونبتدي. ماشي، وأنا معاك. آه يا زينب مالك؟ آه مالك يا زين؟ آه في إيه؟ مروان حامي. آه مالك؟ نبيعها كلها. أنت عارفة أنت بتقولي إيه يا ماما؟ طبعًا عارفة بقول إيه. أنا محتاجة الفلوس دي ضروري، عايزة الفلوس دي تبقى معايا، أنا محتاجاها يا شهد. عشان إيه ده كله؟ عشان نملك البلد باللي فيها، وأمك تبقى أكبر رأس في البلد. زي ما حصل قبل كده مش كده؟
نعم، قصدك ايه؟ اقصد ان احنا عملنا قبل كده ومشينا وراكي، ما نبناش حاجه غير ان احنا اتكسرنا كلنا. انت اللي مشيتي بدماغك وما شورتيش اي حد، عملتي كل اللي انت عايزاه عشانك، ولا نسيتي؟ ما تلومينيش يا ريتال. هتعملي ايه بالفلوس دي كلها يا كراميل؟ هشتري الجبل باللي فيه. وانت فاكره ان اللي في الجبل هيسلمولك كده عادي؟ انت هبله ولا عبيطه؟ الفلوس تخليكي تشتري كل حاجه واي حاجه انت عايزاها. يعني انت عايزه شهد تبيع كل اللي خدته وكل اللي وراها واللي قدامها علشان تنفذ لك اللي انت عايزاه، مش كده؟ قصدك ايه يا ريتال؟ قصدي ان انت مثلا يعني هتدي للجبل باللي فيه كل اللي معاكي، وبعدين ايه اللي في دماغك؟ هتعملي ايه يعني عشان نبقى ماشيين وراكي؟ ايه الطريقه اللي انت بتتكلمي بيها دي؟ شهد، اوعي تديها حاجه غير لما تعرفي الفلوس دي هترجع ازاي. الله، ايوه، ما احنا دلوقتي ما بقاش حيلتنا حاجه غير ورث عبد السلام والحبه اللي سرقناهم من فريده، ولا ايه؟ خلاص يبقى قابل بدري. مش من حقي ولا ايه؟ مش انا اللي هدفع الفلوس؟ وانا الوحيده اللي في العيله دي اللي قدرت تاخد حقها؟ والمطلوب مني بقى ان انا احط حقي ده في ايد ناس ما اعرفهاش، يبقى لازم اقعد معاهم واتفق عشان اضمن ان كل قرش يرجع لي 10. بتخونيني يا هشام؟ بتخونيني؟ مش القصد، بس انا مش عايزه اقع يا كراميلا. شكرا يا بنتي، شكرا. يا ماما، احنا بنتكلم علشان مصلحتنا ومصلحتك ومصلحة الكل، ما ينفعش الحكايه تبقى فكه من بعضها كده. واحنا كلنا واحد يا بنتي، واي حاجه انا بعملها بعملها عشانكم مش عشاني. حاضر يا ست شهد، حاضر. عينيا الاتنين يا ست ريتال، تأمروا انا تحت امركم. ان شاء الله هتبقى اسهل ولاده في الدنيا. اجمد وزينه. ما تخافش، انا حتى لو هموت هو هينتهي. انت اهم. انا عارفه هو مهم ليك قد ايه، ده الدنيا ما فيها لي. انت بالنسبه للدنيا كلها، انا مش عايز غيرك صدقيني. اوعدني، اوعدك. اسمع اللي هقوله كويس، لو مت قول ان انا حبيتك قوي. اسمعني، قول ان انا حبيته وكنت مستنيه اشوفه. انشر عنك يا زينب. قول ان انا حبيت كل واحد في البيت ده، حبيت كل واحد اكتر من نفسي. احكي له الحلو، قول له الحلو بس يا مروان. اجمد يا زينب. قول له ان امي ما سابتنيش، قول انها وقفت جنبي، قول ان جبريه وقفت جنبك وفي ظهرك، قول ان هما كانوا في ظهرنا ما سابونيش. اوعدني، اوعدني يا مروان. انت فاكراكي هتاخديني بالحضن؟ ما كفايه عليك يا حضن فتحي يا اختي. احتاجاكي يا امه. خير، بعتك عايز فلوس؟ لا، انا اللي عايزه. وماله؟ روحي لاخوكي وقولي له عايزه احجي فلوس ابويا. يا امه انا محتاجه فلوس انزل للحكيم في مصر. العين بصيره يا اختي، خدي حتتين الصيغه اللي عندي بيعيهم. لا يا امه مش عايزه حتتين الصيغ، انا عايزه اللي ليا. اها، ما قلت لك روحي لاخوكي. طب ما تكلميه ياما. تتجنيتي؟ اها، بعد ما قلت له انت موت وخدت عزاء اروح اقول له اختك محتاجه؟ عشان خاطري ياما. خاطرك كبير عندي يا حبيبتي، لكن مالك انا لو عملت كده يا اختي هيعني ده اكتر ولا هيشوف منه الابيض ولا اسود. كده ياما، طب هعمل ايه؟ روحي لعمتك قولي لها تكلم مروان، وقولي لعمتك ان انا اللي قلت لك تروحي لها. حاضر ياما. اتفضل. دي او هبلغ الهانم. هانم؟ هانم يا محرم. دي امال ايه؟ هو انت
ما بيجيش تزوريني ليه؟ معلش يعني قولي على اللي انت عايزه هنا. لا كنت عايز اتكلم معاك كلمتين كده. بتعالى عد عليا بس انت. ما عنديش كلام اقوله والله. ما عندكيش ايه؟ يا هبله يا عبيطه انت. انت عندك مش واخده بالك. يلا. محرم تحت وعايز حضرتك. محرم تحت بقاله 5 دقايق. من غير ما تحسبيها كان عايزني اروحوا الفيلا. خير؟ معرفش بس شكله كده عايز يرغي. وهتعملي ايه؟ اللي انتي تأمريني بيه. تعالي يا منى تعالي اقعدي. انا عارفه انك خفتي مني وانك غيرتي شويه من اللي بيني وبين مهدي. بصراحه معاكي حق. انا لو مكانك انت عملت اكتر من كده. اللي فات مات. مات واندفى. وانا عاوزه ابدا معاكي صفحه جديده. انا عمري ما هنسى اللي انت عملتيه عشاني. وانه لولاكي ما كنتش هبقى في اللي انا فيه دلوقتي. انت عايزه ايه يا نادي؟ عادل قاعد يومين حلوين في مصر. وكل شويه عمال ينط لي وعاوز يجابلني. وانت عارفه اني ماليش في شغل الحريم اللي بالك فيه ده. انا عاوزه اعرف اخره. وانا هستفيد ايه؟ اللي انت عاوزاه. انا عايزه كتير قوي. وانا وانت ايه؟ احنا واحد؟ اتفقنا؟ اتفقنا. شوفي بقى، لو عايزه تاخدي كلمتين من محرم يبقى لازم تشغلي عقله بحاجه تانيه. ساعتها هيتشغل بيكي وتاخدي منه كل اللي انت عايزاه. هتستفادي معايا كتير قوي يا ناديه، صدقيني. روحي وانا هحصلك. ماشي. ألو ماما جبرية. أنا مش أمك. أنا ولدت. وأنا مالي؟ هتولد ولا تموتي؟ أنا جبت ولد. كنت عارفة إن أنت نفسك تسميه على اسم أبوك الله يرحمه. مروان كان قال لي كده صح؟ ماليش صالح. إن شاء الله تسميه العفريت الأزرق. غور يلا أنت وهو. بركة يا مروان. جكوات يا حبيبي ألف بركة. طب ما تقولها له في وشه يا أما. فرصة. لا ما ينفعش. بس أنت مالك أنت؟ خايف ولا شايف الحكاية كبيرة عليك؟ ما نفسكيش تاخدي والدي مروان في حضنك وتعملي له أسبوع كمان. نفسي آخد مروان نفسه في حضني بس مش وقته يا حسن. ليه مش وقته ياما؟ هنخسره ايه؟ اقسم لك بالله ان ده لو حصل كل اللي انت عايزاه بعد كده هيحصل. ما ينفعش يا ولدي. ما ينفعش. بقول لك ايه يا حسن؟ فوق يا حبيبي واختار يا تبقى ابيض يا اسود. ولو بقيت ابيض يا حسن اعمل حسابك. ما تبقاش ولدي. انا معاك ياما. اللي يحصل يحصل. يا ماما. ايه؟ زينب ولدت. ايه؟ بجد؟ يا ما انت كريم يا رب. احمدك يا رب واشكر فضلك. قولي لي يا حبيبتي جابت ولد ولا بنت؟ ولد. سموه ايه؟ لا مش عارفه لسه. الحمد لله يا رب العالمين. صغرتي يا ريتال. بصوا انا همشي وهاجي لكم الصبح توضبوا نفسكم كده عشان نروح لها المستشفى. صغرتي يا بنت منك ليها يلا. يا ما انت كريم يا رب. طارت من الفرحة أول ما عرفت إن زينب خلفت. مش البكرية لما جوزها الكبير؟ ليه ما عملت كده يوم ما خلفت أنا عبد الله؟ ولا فكرت فيا ولا في حالي. جت بس عشان تقول لك بيعي كل اللي وراكي واللي قدامك يا شهد عشان تنفذ اللي في دماغها بس. دي حتى ما فكرتش في نادية. دي نادية دي ممكن تقلب الدنيا. دي ليها حق فرصة أبوها. اعتبرتها ميتة بحق وحقيقي كأنها كانت نفسها تموت بجد.
بس احنا لازم نبقى معاها دلوقتي عشان ما يقولوش ان احنا منافسين، حتى بس كده قدام الناس عادي. هتفضل قاعد لوحدك كده؟ انا كده اقلق. مروان خلف. ما تقلقش، انا مش قلقان، انا مفزوع. من ايه؟ ولا يقدر يعمل حاجة. مش مفزوع ان مروان يقدر او ما يقدرش، لما رواب اني مش فرحان بقلوبنا. ايوه مش فرحان ان اخويا خلف وهت، مش فرحان ان جاله العيل كان بيتمنى من الدنيا وبيجي قدام عينه. جواه مش عارف انا فيه ايه، المفروض اني اروح له اشوفه واقول له مبروك يا اخوي وابقى جنبه. المفروض ان عم الواد ده المفروض اروح اخده في حضني وابقى فرحان بيه اكتر من ابوه، لكن ده انا مش حاسس بيه. عشان اللي عمله معاك؟ لا، الجواية ده مش عشان اللي عمله مروان، الجواية ده انا السبب فيه. ايوه الجواية ده عيب فيا انا، عيب فيا انا يا لبنى. انت عارف اني لومك لنفسك ده معناه انك انسان كويس قوي، وان اي حد يشوفك لازم يقرب منك. صدقني مفيش حد بيلوم نفسه قوي كده يا حسن. الشيطان ملعون يا لبنى وعارف عيوبه، مع ذلك عمره ما رجع عن اللي هو فيه. قصدك ايه؟ اقصد ان انا شطان، جوايا شطان بس متداري، وانا مش عايز اصدق. عمال الوم في امي، لكن انا معاها ووراها وكل اللي هي عايزاه انا بعمله. بقول لنفسي انا مش عايز اقول لها لا عشان خاطر مروان كسرها، لكن انت عايز الحق، انا اللي عايز كده، انا اللي عايز اكسر الكل، عايز اشوف الكل تحت رجلي، عايز ابقى فوق حتى لو كان ده على حساب الناس كلها. بس هي الدنيا كده، يا غالب يا مغلوب. عارف هي دي المشكلة، بس الدنيا كلها حاجة وانا حاجة تانية يا حسن. انا ما بهزرش، انا بتكلم بجد. كل الناس دي كوم، واللي بيحصل ما بيننا ده كوم تاني. صدقني انت محتاج لي، واحنا لازم نبقى جنب بعض على طول. طب يلا يشوف حاله، ولا راح يشوف مزاجه جابه يوديه فين عشان يروق كده عن نفسه ويبعد عني. لبنى اللي كانت في ديلك بقت في حضن حسن، وانتي هنا زي ما انتي طول عمرك من اربع حيطان. ده حتى وانتي في بلاد تانية، حتى وانتي بره البلد، حتى وانتي وسط مليون واحد لوحدك، محدش بيحس بيكي ولا عارف ايه اللي جواك يا ريم. مروان جاب ولد، جاب ولد من زينب. يا ترى مروان بيحب زينب بجد؟ بس ليه؟ وازاي؟ ده شكله ايه؟ هو ليه محدش بيجي يقول لي مثلا انا بحب كريم؟ ليه محدش بيجي يقول لي انا عندي استعداد ابيع الكون كله علشانك،
علشان خاطرك ليه محدش بيقرب مني ويبيع كل اللي حواليه علشان ليه محدش بيقرب مني ويبقى اللي في قلبه حقيقي بجد ليا محدش بيقرب مني ويقول انا عايزك عايز اقضي العمر كله معاكي انتي هو انا اللي بعيده قوي كده عن الحاجات دي اللي بعيده عن الحاجات اللي بيعيشها غيري وكأنه مش حقي ليه عايزه حاجه يا ست هانم لا انت رايحه فين اصل صفه معينه فقلت اروح اطل عليها قلت اسالك يمكن تعوزي حاجه قبل ما امشي عايزاكي في سؤال تعالي وراي هو انت مبسوطه مع صفه ايه يعني حسن ولا صفه عارفاش اقول لك ايه يا ست هانم انا جايه عشان اخد ودي معاكي في الكلام انا اللي عايزه اعرف الحاج يعني حسن صح لا بجد تعالي اقعدي يعني انت بجد كنتي مبسوطه مع صوفة اكتر عايزه الحاج والواد عمه انا عايزه احساسك انت اقول لك يا ست هانم مفيش حاجه اسمها حب الحقيقه ان الواحده بتبقى عايزه الجدع اللي يخاف عليها يحسسها انها لها قيمه معاه ممكن يكون الحب حلو اللي زي حضرتك مال وجمال وعيله انما اللي زينا لا كذبه يعني انت ندمانه ان انت حبيتي قبل كده انا ابدا بالعكس انا مبسوطه ولا ازعل على حاجه ابدا مهما حصل اللي ما حبش عامل زي اللي بيشرب ميه مالحه عمره ما يرتوى ابدا ازاي بقى انت لسه قايله دلوقتي حالا ان الحب كدبه وقلت للي زي بس مش هكدب عليك انا عارفه انها كدبه وعارفه انها بير وميه مالحه ما ترويش بس لو الكدبه دي جات لحد عندي تاني عايشها تاني وتالت كلام عادل ما عجبنيش حاسه انه زي ما يكون بيلعب علي او بيشوفني فاهمه ولا لا بس كلامه صح يعني ايه ممكن يجي يقول لي مع السلامه مالكيش حاجه ده لو انت عايزه كده لا انا مش عاوزه كده بس في نفس الوقت كلامه مش عاجبني فلوس مهدي كتير وباسمه والشركه باسمه بس الناس دي مش بسيطه ليه يعني لانها مش مجرد ناس دي مؤسسه كامله طز انت عارف هما ليه اقويه عشان احنا شايفينهم كده انا هحول كل فلوس مهدي لحساب بره باسمي باسمه ايه بقى ده قلبي جامد ولا بايع الدنيا واللي فيها بايع الدنيا باللي فيها انا كان بيني وبين حبل المشنجة خطوه واحده دلوقتي بقوا مليون خطوه الموت كان قريب وانا واقفه قدام مروان وما حصلش لو عملت حساب كل حاجه هتخسر كل حاجه الناس دي ممكن تعمل لي ايه يعني هيموتوني محدش يقدر يعمل لي حاجة. إيه اللي إحنا محتاجينه عشان نبقى في أمان؟ إن إحنا نبقى أقوياء وفي حاجة بنتسند عليها. حلو. يعني محتاجين نعمل شراكة مع ناس كبار من البلد. ناس مصالحنا تبقى معاهم، وأي حد يجرب من المصالح دي تتهدي الدنيا باللي فيها، صح؟ صح. يبقى نفكروا مين اللي ممكن نعملوا معاها الشراكة دي؟ وفكر معايا ايه البنك اللي ينفع افتح فيه حساب سري محدش يعرف عنه حاجه لا دي بسيطه بسيطه يطلع مين عادل دي عشان وجع لي راسي وكل ساعه والتانيه عاوز يقابلني ما اعرفش ده عمري شفته ولا سمعت عنه مهدي حتى ما جابليش سيرته سنه صغير يعني انه يبقى مهم جوه كده في حاجه مهمه عاوز اقول لك عليها ايه أنا لازم أبقى حامل. إيه؟ إيه مالك؟ مستغرب ليه؟ ما أنا مش بعد كل اللي بعمله ده يطلع لي حد فجأة كده يشاركني في اللي سابه مهدي. مهدي ده أكيد كان بيعك عك السنين. أيوة بس أنت ما تقدريش تتجوزي إلا بعد فترة العدة تنتهي. تتحل. بس المهم مين اللي
مين اللي هتجوزه؟ عايزة يعني تفهميني انك لسه مش عارفاه؟ انا عارفاه، المهم هو. انا تحت امرك، تحت امرك. وانا عملت ايه بس علشان الدنيا تعمل فيا كده؟ عماله تاخدني يمين وشمال، عماله احارب كل الناس. حسن اللي كان بيجري ورايا وهيموت عليا بعد ما حبيته، رماك يا ريتال ولا حتى فكر فيكي. وامك، امك اللي كل تفكيرها ازاي تبقى هي فوق والكل معاها وكل حاجه تبقى معاها. اخواتك كل واحده فيهم في مكان تاني، مش فاهمين هم عايزين ايه. مبقاش حلت الجرح، حته الواد يا ريتال اللي طلعت بيه من الدنيا، حتى ده كمان مش عارفه تديله حقه. كنت فاكره نفسك ذكيه، بس الذكاء خانك بقى يا ريتال. هتعملي ايه؟ الله يرحمك يا بابا، من بعدك شفنا الويل وتفرقنا. هتعملي ايه يا ريتال؟ هتعملي ايه يا بنت عبد الله؟ خير؟ لا، جيت في بعدك مظبوط. جلكتني وانا ما قلتش اي حاجه تقلقك. اصرارك على انك تجابلني خلاني قطعت الطريق رهوان. ده انا كنت هتجلب بالعربيه 100 مره. لا بعد الشر عليك، ما دام جيت بسرعه كده يبقى عارف انا عايزك في ايه. انا عارف انت ذكي وبتفهمها يا طايره. وانا احب اسمع منك. ناديه مش قد الشغل بتاعنا، مهما كانت برضه يا ست كبرها البلد اللي عاشت فيها، وفلوس مهدي كتير قوي عليها. وبعدين؟ خد بالك انا كنت ممكن احبسها. انت ممكن ابلغ عليها واسجنها واخلص منها خالص. انت عارف ان هي زورت موتها. بس لما فكرت في الموضوع ده حسيت ان الموضوع ده هيجر وراه مشاكل كتير قوي. اول سؤال هيتسال لها ايه علاقتك بمهدي؟ وده هيفتح علينا ابواب كتير قوي مش هنعرف نقفلها. وايه المطلوب؟ انا فكرت ان انت اكتر واحد ينفع يحل محل مهدي. وانا تحت امرك. كنت عارف انك هتوافق، بس في الحاله دي لازم كل فلوس مهدي تبقى تحت ايدك وانت اللي تتصرف فيها. والله يحصل كيف؟ ما تقلقش، انا اعرف الاقي لها مخرج. بس كل اللي عايزه منك انك تنشا شركه مقاولات جديده كده، تعمل لها ورق وتدخل السوق. اعتبرها اتعملت. لا ما ينفعش، الشغل ده ما ينفعش في كلمه اعتبرها. لما تخلص ورق الشركه نقعد ونتكلم. عادل بيه، انا مش عايز ابقى مركب تعدي عليه وبعد كده يغرق. بص يا حسن، عادل مش بيحتاج لمركب، عادل بيحتاج لغواصة تعوم فوق البحر وتحت البحر. وعايز أقول لك على حاجة مهمة كمان، اللي هيقف جنبي دلوقتي هيشوف خير كتير قوي بعدين، فاهم؟
مروان يا حبيبي مبروك مجالك يا حبيبي. الله يبارك فيك. قولي زينب كويسة؟ الحمد لله. والواد الحلو ده كويس؟ زي الفل. انا هخش لها. اتفضلي. مبروك، يتربى في عزك. الله يبارك فيك. بس انا عايزاه يتربى في عزك انت يا مروان، مش عايز غيرك. ريتال ايه وانا بقول حاجه غلط؟ انا بس بفكره ان اللي في ايده مش بتاعه هو لوحده ولا بتاعك انت وابنك. والله فرحتك دي كبيره قوي عندي يا ريتال. وانت يا شاهد، انا عارف ان انت عاوزه تشوف الواد باعتبار ان انت خالته، وزي ما بيقولوا الخيال والد يبقى الخلايه ام. ولا يا ريتال؟ اه طبعا، امال ايه؟ ويبقى اللي عندي الام ملك لعيالها. باعتبار ان انت خالته يبقى اللي عندك مقسوم له. خشي شوفي زينب، هتفرح قوي ان انت جيتي. انا مش متخيل اي حد يجي الا انت. ليه يا روح قلبي من جوه؟ انت اخر حد تتوقع ان هو يجي هنا هي امك، مع اني انا عارفه ومتاكده ان هي عرفت دلوقتي. بس يلا بقى، انا ادخل ابارك لزينب. بس بقول لك يا مروان، عايزك تاخد بالك عشان امك بتاكل في نفسها دلوقتي. عارف ليه؟ عشان كانت بتحسب ان حسن هو اللي هيقش مش انت. بس على كل حال مش مشكله، مبروك يا كبير العيله. يلا شد حيلك كده وهات لنا قد 10 20 عيل. هيحصل ان شاء الله. ولدك هيبقى لولاد عام يقفوا في ظهره ويسندوه، بدل ما يبقى وحيد في الدنيا دي لا يعرف لا يروح لا يمين ولا شمال. عبد الله هيبقى سيد الرجاله، وبكره تشوف يا مروان. مش لما يبقى ليه اب وام يخافوا عليه ويسالوا عليه. انت من ساعه ما سبتيه عند فوزيه سالت عليه كم مره، وحسن بعد ما اتجوز سال عليه كم مره. ايه يا جماعه مالكم؟ مالكم حامين على بعض كده ليه؟ ده انا قلت الواد ده هو اللي هيجمعنا. والله يا شاهد عندك حق، شايف الكلام الموزون، شايف الناس اللي بتفهم، بتعرف متى تطلع الكلام وفين وازاي. والله يا شاهد انت احسن واحده في العيله دي. طب كويس قوي ان انت واخد بالك بقى من الحكايه دي، عشان تعرف ان ابنك ليه خاله بنت راجل. طبعا. ايه مش هتشوفه ليله ولا هتبركي من بره بره؟ لا ازاي، ده انا جاي عشان اشيله بايدي واخده في حضني. طب انت عارف يا مروان، انا كان نفسي اكون برضع دلوقتي عشان ارضعه، عشان يبقى اخو عبد الله في الرضاعه. ولا بلاش، اصل حكايه الاخوات دي في العيله ما بقتش نافعه. عارف انا ما بطلتيش طريقتك دي، انا هعمل هتعمل ايه يا مروان؟ خد بقى انا مني النصيحه دي، خلي بالك من ابنك، عشان جبريه دلوقتي عقلها عمال يودي ويجيب. اصل هي كانت بتحسب ان حمل زينب مش هيكمل، بس اهو جه. هنعمل ايه بقى؟ الخوف ولا مني ولا من شهد ولا من كريمة، الخوف من أمك. أصل اللي يعملها مرة يعملها 100 مرة. خشي شوفي زينب، هتفرح قوي ان انت جيتي. انا مش متخيل اي حد يجي الا انت. ليه يا روح قلبي من جوه؟ انت اخر حد تتوقع ان هو يجي هنا هي امك، مع اني انا عارفه ومتاكده ان هي عرفت دلوقتي. بس يلا بقى، انا ادخل ابارك لزينب. بس بقول لك يا مروان، عايزك تاخد بالك عشان امك بتاكل في نفسها دلوقتي. عارف ليه؟ عشان كانت بتحسب ان حسن هو اللي هيقش مش انت. بس على كل حال مش مشكله، مبروك يا كبير العيلة. يلا شد حيلك كده وهات لنا قد 10 20 عيل. هيحصل إن شاء الله. ولدك هيبقى لولاد عام يقفوا في ظهره ويسندوه، بدل ما يبقى وحيد في الدنيا دي لا يعرف لا يروح لا يمين ولا شمال. عبد الله هيبقى سيد الرجالة، وبكرة تشوف يا مروان. مش لما يبقى ليه أب وأم يخافوا عليه ويسألوا عليه. أنت من ساعة ما سبتيه عند فوزية سألت عليه كم مرة، وحسن بعد ما اتجوز سأل عليه كم مرة. ايه يا جماعة مالكم؟ مالكم حامين على بعض كده ليه؟ ده انا قلت الواد ده هو اللي هيجمعنا. والله يا شاهد عندي الحق،
شايفه الكلام الموزون، شايفه الناس اللي بتفهم، بتعرف متى تطلع الكلام وفين وازاي. والله يا شاهد انت احسن واحده في العيله دي. طب كويس قوي ان انت واخد بالك بقى من الحكايه دي عشان تعرف ان ابنك ليه خاله بنت راجل. طبعا ايه، مش هتشوفه ليله ولا هتبركي من بره بره؟ لا ازاي، ده انا جايه عشان اشيله بايدي واخده في حضني. طب انت عارف يا مروان انا كان نفسي اكون برضع دلوقتي عشان ارضعه، عشان يبقى اخو عبد الله في الرضاعه. ولا بلاش، اصل حكايه الاخوات دي في العيله ما بقتش نافعه. عارف انا ما بطلتيش طريقتك دي، انا هعمل ايه؟ هتعمل ايه يا مروان؟ خد بقى انا مني النصيحه دي، خلي بالك من ابنك عشان جبريه دلوقتي عقلها عمال يودي ويجيب. اصل هي كانت بتحسب ان حمل زينب مش هيكمل، بس اهو جه. هنعمل ايه بقى؟ الخوف ولا مني ولا من شهد ولا من كريمه، الخوف من امك. اصل اللي يعملها مره يعملها 100 مره. كان صعب عليها اللي قبل كده عشان يصعب عليها اللي جه ده. وبعدين اللي فات ده كان ابني فريدة، يعني اللي في قلبها ناحية فريدة ما يجيش ذرة من اللي في قلبها ناحيتنا كلنا. قبل ما تتكلم معايا روح اتكلم مع أمك الأول يا مروان. مبروك يا كبير. وانتي ما تزعلش منها، أصل هي متضايقة من حسن وشايلة في نفسها شوية. وانتي زعلانة من إيه؟ أنا زعلانة؟ أنا ما فيش حد يقدر يزعلني. أنت راكبة دماغك، مش عايزة ترجعي على اللي أنت فيه. الله، ده مش بس ريتال هي اللي بتفكر في حاجات تانية غير اللي إحنا فيها، ده أنت كمان عمال تفكر في حاجات ملهاش لازمة. آخر كلام؟ آخر كلام، واللي في جرابك طلعه يا ابن عمي، واللي ليه حق ياخده. وأديك شفت شهد تعرف تعمل إيه، وأنا لسه ما خدتش حقي بالكامل. أنا يا دوبك بقول يا هادي، على فكرة أنا ممكن أقلعك ملط أنت وأمك. خشي بركة زينب، خشي. ألف مبروك يا زينب، ألف مبروك يا حبيبتي. إن شاء الله كده يتربى في عزك عقبال ما تخوي يا حبيبتي. حبيبتي يا شهد، ربنا يخليك يا رب. بصي يا ريتال، بصي يا شهد، عقبال لما اشيلك يا حبيبتي وافرح بيكي، ده انا هعمل لك حته زفه. بصي يا بنت، شبه زينب الخالق النار. اه يا ماما عندك حق فعلا، فوله واتقسمت نصين. شبه مين؟ زينب؟ لا طبعا، ده كله جبريه والله العظيم. يا اعوذ بالله يا ساتر يا رب. جبريه ايه يا بنت؟ خلي لسانك حلو، دي جبريه دي شبه الحربيه الوحشه. الله، وحتى لو شبه جبريه ايه المشكله يعني؟ ما هي جدته برضه. بنت يا زينب، اوعى وهي بتشيله كده تخنقه ولا تحط ايديها على بقه تموته وتجيب اجله، خلي بالك. ومين قال لك ان زينب ما كلمتهاش وقالت لها ان هي ولدت؟ انا عملت كده فعلا. انت جننت يا بت؟ جرى ايه يا ماما؟ انا عملت الصح. مروان يكلمك انت علشان يقول لك، وهي تكلم جبريه علشان تقول لها. كان من الاولى انك تكلمينا احنا اخواتك وامك، مش تروحي تكلمي جبريه. خلاص جبريه بقت ناسك. جبريه اللي قتلت ابن مروان وخدت العزه في ابنها وهو حي. خلاص يا ريتال، مالك النهارده كده؟ كل كلامك مش مظبوط. انا بقول الحق يا شهد. انا مش عايزه اسمع الحق بتاعك ده بقى. بت يا ريتال، حطي لسانك جوه بقك. مالك يا بنت عماله ترمي السم علينا كده؟ خدي تعالي هنا قولي بسم الله الرحمن الرحيم وسمي وشيلي ابن اختك. خدي يا بنت سمي، خدي سمي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله حبيبي، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اوعكم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شبهك يا مروان الخالق الناطق. اه يا ماما عندك حق، فوله واتقسمت نصين. قولي لي يا زينب، ناويه تسميه ايه؟ عبد الله ابوك الله يرحمه جالي في المنام وقال لي يا كريمه زينب حبله فؤاد. ما انا قلت لمروان لما تجيب الواد سموه محمد. هتعملي كده؟ والله يا ماما في موضوع الاسم ده بقى بصراحة أنا لسه ما اتفقتش أنا ومروان، هنشوف هنعمل إيه. هتسميه إيه يا مروان؟ هسميه نوح. وماله يا أخويا؟ نوح. ربنا يخلي يا رب. سمي يا حمادي. هات يا حبيبي هات. ياتي ياتي ياتي. خلص الفرح ولا لسه؟
لسه انا هطق من جنابي. امال انا اعمل ايه؟ انت في حد زيك انت؟ انت عارفه انا بقى عندي كام سنه؟ ايه ده؟ انت الحاجات دي بتاثر فيكي ولا ايه يا شهد؟ على الاقل انت اتجوزتي وبقى عندك عيل، لكن انا عامله زي اللي مربوطه في بلد ما اعرفش فيها حد. يا انا اتجوزت جوزت الهنا يا اختي بلا خيبه. بقول لك ايه، ما تيجي كده نروح في اي حته يومين، انا مخنوقه قوي بدل الهم اللي احنا عايشين فيه ده. بقول لك ايه، ما تكلمي ناديه وتقولي لها ان مروان جاب واد. اسمعي مني بس. طب ما تكلميها انت يا بنتي، انت بقيتي قريبه منها قوي اكتر مننا كلنا. وبعدين ناديه بعد موت مهدي بقت صاحبه املاك، بقت مليونيره مش زينا خابت خيبتنا. انت مالك بقيتي بتتكلمي زي امك كده ليه؟ اضحكي يا اختي اضحكي، ما هو على راي المثل اتلم المتعوس على خايب الرجا. مش فاهم. المكتب ده محدش يدخل ولا يقعد عليه غيري. انتوا يا بهيم يا اللي بره، انت يا بهيم يا اللي بره. وامر يا ست فوزيه تطلع من هنا حالا وتجيب لي نجار يعمل قفل ومفتاح للباب ده. حاضر يا هان. يلا بسرعه. انت بتطرديني بقى؟ لا يا اختي، أنا ما بطردش حد، أنا بعمل الصح. البيت هنا ليه نظام، ولازم كل واحد في البيت ده يعرف حدوده. وإيه هي بقى حدودي؟ حدودك هي باب الأوضة اللي بتنامي فيها يا نعيمة. وإذا ما عجبنيش الكلام؟ اشربي من البحر. بحر؟ كده؟ أيوة كده. ويكون في علمك لو ما قلتيش للبت الصايعة اللي شبه شوال البطاطا دي تبعد عن محروس جوزي وعزة جلالة الله، لا تفنها مطرح ما بتنام. مش يفوز لكي روقة. لكي روقة. وحشتني يا عبدو. شفتي قابلتي؟ في ايه بت؟ مش قلتلك هنا كلهم مالهمش امان، عاملين زي العقارب كل واحد مستني التاني ينام عشان يلدغوا، وانت طيبه وعلى نياتك. يعني انت كنت فاكره لما تقدمي السبت هتلاقي الحد؟ ماشي يا فوزيه ليكي روقه. اهلا يا حسن. اهلا بيكي. مش هتقولي لي اشرب حاجه ولا ايه؟ مش خايفه سمك؟ تسميني؟ ده كلام برضك يا ناديه. بصراحه كده انا عقلي ما جايبنيش انك نسيت طربوك. وافرضي. يعني ايه؟ يعني احنا خلاص جبنا اخرنا وعرفنا ان مصالحنا هي اللي بتمشينا. حلو. انا كنت جاي عشان اعرض عليك عرض، وافتك انك مش هتقولي لا. انا اسست شركه مجولات، شركه راس مالها معقول، وانت عارفه ان انا من زمان نفسي يبقى ليا شغلي الخاص. وبعدين انا عايز انا وانتي نبقى يد واحده. عاوزنا شركك يعني؟ لا، انا عارف انك مش هتقبلي، كمان انت شركه قديمه وراس مالها كبير. انا عايز نفهم بعض، نجروا السوق سوا، نشوف انت تاخدي ايه وانا اخد ايه، نشغلوا بعض، نبقى في ظهر بعض. نادي انا عارف انك تايهه ومش عارفه تعمل ايه. مين اللي قال لك كده؟ ما تكبريش يا ناديه، خلينا غير الكل، خلينا نفكر بشكل تاني. أنا عارف إن أنا وأنت بينا حاجات صعبة، لو أي حد عرفها هيقول إننا لا يمكن نبقى يد واحدة، بس هو ده المطلوب. طول ما السوق فاهم
ان انا وانت ضد بعض، ولا يمكن نتفق هنقدر ناخد السوق في جيبنا، لان اللي ضدي هيجيلك واللي ضدك هيجيلي، هيبقى الورق كله مكشوف لنا. سيبني يومين افكر. اخر النهار تقولي لي هتعمل ايه؟ بالاذن. لو وافقتي انا عندي ليك اقتراح هايل وهيكون مناسب ليا وليك. سلام. نعم. ايه انت مش هتقولي لي اتفضل ولا ايه؟ تتفضل فين؟ اتفضل تحت، يلا انا هبحصلك. بقول لك ايه، انا جاي عشان اقول لك ما تقلقيش، انا معاكي وفي ظهرك. هو انت مجنون يا ابني ولا شكلك كده؟ لا، مسامي قالت لي على اللي حصل ما بينك وما بين فوزيه، وبيني وبينك كده فوزيه دي وليا ناقصه وعايزه اللي يقف لها. وانت بقى اللي هتقف لها؟ لا، انا اللي هعدلها بس بطريقتي. انت عايز تفهمني يعني ان انت معايا مش كده؟ ده انا معاكي ونص وتلات ارباع يا اسطى. قصة ايه؟ الله، هما مش بيقولوا لي كده برضو ولا انا بيتهيألي؟ حاكم، انا عارف ان كار العوالم ليه طريقه كده في الكلام. اسمع، انا ما بخافش يا روح الروح، انا خبيت عليهم عشان عارفه انهم لا يفهموا ولا يقدروا الكار ده. انما طبعا عبد الحكيم كان بيفهم وبيحبه موت. دي حاجه خلاص قديمه وراحت وراح زمانها، كنت صغيره. بس الوسط ما بينساش يا قمر. ما تقول يا اخويا انت عاوز ايه وتخلص. عايز اتجوز ساميه. ومش خايف من فوزيه؟ لا، ما هي ساميه دي اللي هتكسر سمها. طب ولو طردتك؟ تطردني؟ كلها كام يوم وولي العهد هيشرف، وانا ابوه غصب عن التخين. طب ومروان لو قفش عليك؟ انسي، مروان هيسيب الناس كلها تاكل في بعض. وحسن؟ مشغول في اللي هو فيه وفي اللي عايز يوصل له. ده انت فارز البيت كويس بقى، اللبن على جنب والقشطه على جنب. لا ولا لسه، شويه سمنه بلدي هعملهم لك من اللي قلبك يحبهم، ولا المرته، يا خرابي على المرته. احبها في البيض المقلي. حلاوتك يا ابيض. على العموم لو البت عايزاك ورايداك انا ما اقدرش اقول لا. عين العقل. بس كمان يعني هو انا قلبي على فوزيه بس ما اقدرش ابيعها. يا ستي، وانا قلت لك بيعي حد؟ خليكي زي ما انتي، عرفتي تلمي الشمل خير وبركه، ما عرفتيش اعملي اللي انتي عايزاه. هفكر. ولا كأني لك عيالة جبرية، شمس وراحت ورا فتحي، مروان ماشي ورا دماغه، حتى حسن زي ما يكون نسيني وترمى في حضن عروسته. يا قلبي. وحشتيني، بقالي مدة ما شفتكيش. ما سألتش ليه؟ افتكرت انت اللي هتسألي. لا، انا اسألش على حد. وديني جيت اهو. بقولك ايه، عرفت ان مروان خلف ولد؟ وماله، يتربى في عزه. ايوه بس كده هيعلى عليا انا وانتي. محدش يعلى عليا، اكسر رجله. وده الوقت المناسب. اهدى، وانت بتقول الوقت كده منك لروحك يعني؟ لا انا مقصودش حاجه، مروان اصله بيلعب لعبه عليا انا وانتي، عشان كده لازم يتكسر ويجي ويترمي تحت رجليك. خلي بالك،
أنا أدعي على ولدي وأكره اللي يقول أمين. وأنا قلت حاجة؟ أنا عايزه يمشي دغري عشان يبقى تحت إيدك وتبقى كلمة كلمتك، فهمتي؟ هتفضل ساكت؟ هقول إيه؟ تاني؟ عشان خاطري بلاش كلام يضايق، أنا فيا اللي مكفيني. مادام أنت متضايق جيتك القاهرة ليه؟ ولا أنت ناوي تروح له؟ لا مش هروح له، هو أصلا مش عايز يشوفني. طب ما تقولي إيه اللي في دماغك؟ بتفكر في إيه؟ أنا أسست شركة. من إمتى؟ إمبارح. وهو تأسيس الشركة كده بيبقى من يوم وليلة؟ كان معايا ناس خلصت كل حاجة في دقيقة، أنا نفسي ما كنتش مصدق. وأنت بقى جايبني علشان تعملها لي مفاجأة يعني؟ لا، احنا هنشتغل أنا وأنت في الشركة دي، هتبقى بتاعتنا احنا الاتنين. وبابا بقى عارف الكلام ده؟ هو لازم يعرف. اقعدي. لازم يعرف. أنا أعمل اللي أنا عايزه، محدش له عليا سلطان مهما كان مين. لو أنت عارف ومتأكد من اللي أنت بتقوله ده ما كنتش قلت لي على الشركة، عشان أنت عارف كويس قوي إن بابا مش هيقدر يفتح بقه معاك. طبعاً، ما أنا هبقى شريك. مين قال إنك هتبقي شريك؟ وأنت فاكر إن أنا هقبل أبقى بشتغل عندك؟ أنت مرتي. لا، مراتك حاجة والشغل حاجة تانية خالص يا حسن. أنت لازم تعرف ده كويس، ما تخلطش الأمور ببعضها. صدقني كده هيبقى أحسن كتير. أنت زعلت؟ أيوه. صدقني أنا لو مش بحبك مش هبقى صريحة معاك. أنت بتخونيني يا لبنى. مين قال كده؟ بالعكس، أنا هساعدك وهساعدك قوي كمان، بس أنا محتاجة أعرف أنت بتفكر في إيه وإزاي، وأنا هبقى معاك ووراك. أنا عايز يبقى عندي أكبر شركة مجاولات في مصر. ده اللي أنت بتقوله. إيه بقى اللي أنت مخبيه؟ خليك صريح معايا، ما تقنعنيش يعني ان كل طموحك تبقى صاحب شركة مقاولات. ثانيا بقى، وده الأهم، انت جبت فلوس الشركة اللي انت عملتها دي منين؟ انا مش فقير يا لبنى. انت غني وغني قوي كمان، بس فلوسك مش في ايدك، في ايد غيرك، يعني زي ما بيقولوا كده مليونير بس حافي. وبقى عندك شركة، وخلي بالك اللي عمل لك الشركة دي هينجحها، بس في حاجة بقى، مش هينجحها ببلاش، هيبقى في وراه مصالح، مصالح كمان ممكن تضر. تقصد ايه؟ زي ما عملوا مع بابا. صدقني انت ما شفتش العيشه اللي كنا عايشينها، كنا عايشين عيشه تانية خالص في لندن. بودي جاردز وفلوس وشركات وحاجات تانية خالص. بس قلبوا على بابا اول ما قرر يحمي نفسه ويعمل اللي في دماغه. قول لي، هما اللي كلموك وعملوا لك الشركه دول الناس اللي مشغله مهدي؟ يبقى انا صح. ونادي، رحت لها ولا لسه؟ رحت. تمام، وانا كمان هروح لها اعمل مشوار صغير كده عشان بيني وبينها ديل. لا، انا لازم افهم. قلت لك خليك معايا وكل حاجه هتبقى كويسه. انا صحيح كنت عايشه بره على مزاجي، بس كنت رصده كل حاجه بتحصل، وكنت عارفه ان في حاجه غلط مش مظبوطه. بص، انا كنت متاكده ان شغل بابا مش هيجيب كل الفلوس دي. صحيح ممكن نبقى اغنياء، بس مش بالشكل اللي احنا كنا فيه ده. عيني رصدت كل حاجة وعرفت إن في حاجة غلط، ودماغي جابت الليلة من أولها. المهم دلوقتي أنت توصلني لنادية. مروان مش هيسكت، هيفضل يهري وينكت كده لغاية لما يرجع كل حاجة أنت خدتيها بتاعت فريدة. عندك حق، أنا حاسة بكده برضو. خلاص، يبقى اعملي اللي أنا قلت لك عليه، الفلوس هتروح وهيرجع لك قد منها 10,000 مرة. ايوه ماما، بس انا مش عايزه اخسر ولا مليم. يا بنتي مش هتخسري حاجه، اعملي بس اللي انا قلت لك عليه. اسمعي كلامها عشان تبقى كملت. نعم نعم يا ست الهاديه. هو انت فاكراني معترضه ولا حاجه؟ ابدا والله. انت بس يا شهد يعني يبقى هاتي لي من الصنف اللي قلتي عليه عشان اظبط الجمجمه. تصدقي ان انت قللت الادب ولسانك ده عايز قطعه؟ طب يا ريت، على الاقل استريح واريح. مالك يا بت؟ مالك هادية كده وسكتم بكتم وقاعدة حاطة في بطنك بطيخة صيفي؟ بتدبري لإيه يا بنت عبد الله؟ ها؟ أبداً والله يا كراميل، بس أنا قررت كده يعني
اقعد اتفرج على اللي بيحصل. قررت ابقى مشاهده جيده للاحداث. اعتبرت نفسي يعني بتفرج على مسلسل طويل مش راضي يخلص. ما هي المسلسلات دي اللي مبوظه دماغك. خدك ربنا وريحني منك القرف. لازم اقابلك ضروري جدا، انا جايه البلد كام يوم وراجعه على طول. اوكي، طيب هكلمك بعدين. باي باي. صباح الخير، ممكن اقعد معاك؟ اهلا وسهلا، اتفضلي. انا عارفه اني هضايقك بس هغلس عليك برضو واقعد معاك. مبروك. الله يبارك فيكي. مالك شكلك مش مبسوط، المفروض تكون مبسوط. ما هي دي الحقيقه. لا مش باين خالص على فكره. عايز انا اعمل لك ايه؟ هتحزم وارقص لك يعني؟ خص عليك، ده انت متضايق من وجودي بجد. لا ابدا، خد راحتك. بس تصدق انا فرحانه لك والله، فرحانه لك بالبيبي الجديد ونفسي كمان اشوفه. انا عارفه انك مش مصدقني صح؟ على فكره انا متاكده ان انت فاكر اني ان انا قلبي حجر ومفتريه، بس مش دي الحقيقه خالص صدقني. انا زيك بالظبط. الناس كمان شايفينك قلبك حجر وقاسي ومفتري وممكن تاكل حقوق الناس، بس انا برضه متاكده ان مش دي الحقيقه. وعارفه كمان انت بتفكر في ايه؟ بفكر في ايه؟ في حسن. نفسك قوي يكلمك، كل شويه عمال تبص على التليفون وتقول هيتكلم ويقول لي مبروك ونرجع الود زي زمان. كنتش عارف ان انت بتفهمي في النفس البشريه قوي كده. اصل انا نفسي في حاجات كتيره قوي ما بتحصلش. انا قاعده انا واخويا في بيت واحد، بس ما حدش حاسس بالتاني، كل واحد عايش لنفسه. بس نفسي قوي محرم يجي يوم كده ويقول لي مالك، يطبطب عليا ويقول لي نفسك في ايه. من الواضح ان احنا كلنا مرضى نفسيين وعيانين. دي حقيقه، كلنا بجد مرضى نفسيين. في مخدر كده بيمشي في جسمنا. كلنا عايزين نبقى اقوياء وجامدين قوي ونطلع شخصيه غير شخصيتنا. وعارف بنعمل كده قدام مين؟ قدام اهلنا اللي مننا، عشان نبقى اقوياء قدامهم. تصدق انا متاكده ان انا لو ضعفت قدام محرم هيدفني وانا واقفه. طب ما انت كده عايشه معاه ليه؟ اعمل ايه؟ ماليش حد تاني عايش معايا. انا عارفه يا مروان ان انت فاكر ان انا قويه جدا ومفتريه، بس صدقني لا، كل ست في الدنيا ضعيفه، ضعيفه قوي كمان. واجمل لحظه بتحس بيها الست اما تحس بضعفها ده قدام اي راجل. كلنا مركبين ماسك عشان نبان اقويا. كل ست في الدنيا نفسها في راجل كده تتسند عليه، يطبطب عليها يقول لها مالك. بقول لك ايه، هو انت هتسمي البيبي ايه؟ نوح. يمكن يكون هو السفينه اللي هتطلعنا من اللي احنا فيه ده. يعني انت هتظبط كل حاجه؟ انا تحت امرك. وهو قال لك ان انا هبقى متحكمه في الكبيره والصغيره؟ قال لي ان انا ابقى تحت امرك. يعني كل حاجه هتبقى باسمي؟ لا، بس اللي هتقول عليه نافس. ودي هتبقى فايدتها ايه دي؟ لا كتير. يعني انت لو عايز تشتري بيت انا اللي هدفع، عايزه فلوس انا اللي هديكي، المهم اللي هتاخديه تمضي عليه. ما فهماش. عشان نرتب الورق ونظبطه. انت عارفه ان الامور دي لازم تبقى مستتبه عشان الضرايب وعشان نعرف اللي ليكي واللي عليكي. مش المقصود حاجه ست فوزيه. وماله، طالما انا اللي هبقى متحكمه في كل حاجه. لو انت عايزه تدي اي حد اي حاجه مفيش مانع، تدي فلوس لكريمه لاولادها، بس المسؤوليه هتبقى عليك انت. كريمه مين دي اللي اديها حاجه، هي ولا بناتها؟ ايه يا استاذ، انت عايزنا نبعتر المال اللي حلتنا ولا ايه؟ لا، انتوا اللي حالتكم كتير. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الكتير بينقص لما ناخد منه يا استاذ. وبعدين كريمه دي ما يملاش عينها غير التراب، ولو بناتها خدوا الفلوس ممكن يمشوا وما نشوفش وشهم تاني. ولا جبريه؟ جبريه لو عرفت هتستجوا اكتر من كده كمان. ولا نعيمه؟ نعيمه دي مره وسطها سايب، لو خدت الفلوس ممكن تفتح بيها خماره ولا كباريه. لا،
الليله دي كلها انا اللي لازم احكمها، والفلوس لازم تبقى في يدي انا وبس. ازيك ريم هانم؟ عامل ايه؟ الحمد لله كله كويس. صدق بجد انا زعلانه منك. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ بقى معقوله تبقى لسه موجود في مصر وما تفكرش تكلمني خالص؟ طب تصدقي بان انا فعلا كنت اكلمك؟ لا والله بجد، ده انا قلت ان احنا هنبقى اصحاب. هو صحيح احنا اتقابلنا مره ولا اتنين، بس يعني حاسه ان في كيمستري بيننا. انت داخله ناديه؟ مش مهم خالص اطلاقا يعني، على فكره مفيش حاجه مهمه يعني، لو انت فاضي ممكن نخرج شويه. ده كتير قوي عليا الكلام ده. لا ما تقولش كده، مش كتير ولا حاجه، الواحد ما بيصدق يعني يلاقي حد كده لطيف يقعد معايا يتكلم معايا. ميرسي جدا ليكي. طب يلا اتفضلي. يلا. ليدز فيرست. كلمتي محرم؟ كلمته وقال لي كلميني كمان يومين. غريبه يا حبيبتي، اللي زي محرم ده عنده مليون حاجه، وبعدين هو من الاخر كده عايزنا نجيب له اخبارك اللي هنا. وحسن؟ ماله حسن؟ مش قلت لك هو عايز ايه؟ اهو حسن ده بقى بالذات تخلي بالك منه. بس انا مش قلقانه من حسن، لو كان مروان كنت خفت. لا حسن اللي تخافي منه، انا سمعت انه عامل بلاوي كتير قوي في البلد، اخرهم الاثنين اللي كان متجوزهم وطلقهم واتجوز لبنى. الا جوازهم من لبنى دي حكايه. ما هو اللي عمله ده خلاه مش مصدق انه في حد زيه، ولا حد قده، ولا حد يقدر يقف قدامه. وبعدين يا ناديه اوعي تنسي اللي عمله، الراجل ده مش سهل، واوعي تنسي الطار اللي بينك وبينه. عندك حق. وانا وعدك ان انا هجيب لك اخبار حسن كلها علشان تعرفي منى بتحبك قد ايه. ماشي، ما عايزاكيش تقرب مني، انت فاهم؟ ليه بس يا حبيبتي؟ هو ايه اللي ليه؟ انت مش قلت انك هتوديني لناديه؟ حصل وهوديكي، بس الباشا قال لي ما اتحركش من البيت عشان احضر له شويه حاجات كده. حاجات ايه؟ حاجات لزوم المزاج. الباشا شكله ناوي على سهره زي بتوع الافلام. سهره ايه دي؟ مش عرفني يا خبر النهارده بفلوس. اهو الباشا شكله جه، تعالي نفتح. اتفضلي يا ست الكل. اتفضلي. هات الشنطة اللي بره. نورت البيت، اتفضلي. ايدك بقى. نورت بيتك يا عروسة. محرم؟ كلمته وقال لي كلميني كمان يومين. غريبة يا حبيبتي، اللي زي محرم ده عنده مليون حاجة، وبعدين هو من الآخر كده عايزنا نجيب له أخبارك اللي هنا. وحسن؟ ماله حسن؟ مش قلت لك هو عايز إيه؟ أهو حسن ده بقى بالذات تخلي بالك منه. بس أنا مش قلقانة من حسن، لو كان مروان كنت خفت. لا حسن اللي تخافي منه، أنا سمعت إنه عامل بلاوي كتير قوي في البلد، آخرهم الاتنين اللي كان متجوزهم وطلقهم واتجوز لبنى. إلا جوازه من لبنى دي حكاية. ما هو اللي عمله ده خلاه مش مصدق إن في حد زيه، ولا حد قده، ولا حد يقدر يقف قدامه. وبعدين يا ناديه أوعي تنسي اللي عمله، الراجل ده مش سهل، وأوعي تنسي الطار اللي بينك وبينه. عندك حق. وأنا وعدك إن أنا هجيب لك أخبار حسن كلها علشان تعرفي منى بتحبك قد ايه. ماشي، ما عايزاكيش تقرب مني، انت فاهم؟ ليه بس يا حبيبتي؟ هو ايه اللي ليه؟ انت مش قلت انك هتوديني لناديه؟ حصل وهوديكي، بس الباشا قال لي ما اتحركش من البيت عشان احضر له شويه حاجات كده. حاجات ايه؟ حاجات لزوم المزاج. الباشا شكله ناوي على سهره زي بتوع الافلام. سهره ايه دي؟ مش عرفني يا خبر النهارده بفلوس. اهو الباشا شكله جه، تعالي نفتح. ايه
اتفضلي يا ست الكل. اتفضلي. هات الشنطة اللي بره. ما هو وقت البيت. اتفضلي. ايدك بقى. نورت بيتك يا عروسة. عملتي اللي في دماغك برضه يا فوزية؟ ايوه يا اختي عملت اللي في دماغي، انا حرة، بيتي وبيت ابويا وبيت خواتي وبيتي انا كمان وليا فيه اكتر مالكي يا فوزية. بيت مين يا اختي؟ بقول لك ايه؟ ما تخلينيش اتغاب عليك. الدلع دي ست فوزية، اما تتغابي هتعملي ايه يا اختي؟ لا يا اختي، اصلك ما تعرفيش فوزية. ياه، كل ده عشان مرام مسكك الفلوس في ايدك؟ الفلوس ياما بتغير النفوس يا واطية. وانت قاعدة هنا ليه؟ وايه اللي جابك من سكندرية للصعيد؟ مش الفلوس؟ حقي. حقك ده ايه؟ كسر حقك يا مرة يا هشك انت. صدقي انا شكة فيك. شكة في قلبك يا بعيدة. هي ست فوزية فين؟ ايه الحاجة يا ست فوزية؟ ايه الحاجة؟ هي بنت جرى ايه؟ ست جبرية. مالها؟ ماتت؟ بركة يا جامع. ماتت ايه؟ اتجوزت محرم بيه. ألف نهار أبيض. ألف نهار أسود. ده أنا هذبح لها بقى إيه؟ ده كريم بط وجوزين حمام وعاملاها صينية رقاق بالسمنة البلدي وكمان مكرونة فرن. صدقي الجبرية دي طلعت كده. تعالي هنا يا بت. الكلام اللي بتقولي عليه ده صح؟ أيوه صح. يا وجع مربربة. مال القمر؟ شكلك متضايقة من حاجة. يعني مخنوقة شوية. ما شكلك مخنوقة من حاجة. بالظبط كده، تعبانة نفسيا زي ما تقول كده. تعبانة نفسيا؟ ايه الكلام الكبير ده؟ لو تعبانة نفسيا الحل سهل جدا، سافري. سافري. سافري دوري كده على بلد بتحبيها أو حتى ما بتحبهاش، أي حاجة يعني. سافري لها آخر الدنيا. افصلي عن الناس وفضي ذهنك. أقول لك على حاجة كمان؟ اقفلي تليفوني. ما تخليش حد يعرف يوصل لي. خليكي لوحدك كده، خليكي عيشي ملكة زمانك. كل اللي نفسك فيه، البسي اللي نفسك فيه، انزلي البحر، ركبي عجل، اعملي كل اللي نفسك فيه. خلي اهتمامك بشخص واحد فقط لا غير. لا هو مين؟ انت اهم شخص في حياتك. خليكي فاهمه كده ان اهم شخص في حياتك هو انت وبس. عندك حق. وانا عارف ان انا عندي حق. على فكره الكلام ده بفلوس، بس عشان خاطرك انت فور فري. انا اقول لك على حاجه مهمه جدا. لو كان عندنا فرصه نعيش مره ولا اتنين وتلاته كنت اقول لك براحتك. حرقة في دمك، اتضايقي، مش مهم، هتعرفي تعوضي كده بعد كده. الحقيقة إن احنا بنعيش مرة واحدة في حياتنا. فعلى قد ما تقدري ابسطي نفسك. عيشي حاجة واحدة بس لنفسك. ما تفكريش في أي حد غير نفسك. نفسك هي أهم حاجة في حياتك. فاهمة ولا مش فاهمة؟ تاني كنت قابلتك من زمان، كانت فرقت كتير أوي. ولو إني بخاف قوي من أي حد كان يعرفه مهدي قبل كده. بس كنت هبقى فرحانة ومبسوطة لو عرفني عليك. أنا مبسوط إن أنا بسمع الكلام ده مني. بس ما دام انت مبسوطه انك عرفتيني، ممكن اعرف ليه بقى مش مظبوطه نفسيا؟ الوحده وحشه قوي. ده حقيقه. بس هي دي شغلتنا. شغلتنا كلها وحده. مش هتثق في اي حد حواليك، حتى اقرب الناس ليك. تفضل طول الوقت خايف. خايف الطلقه تجيلك من اي حد، حتى اقرب الناس ليك. فهتفضل عايش في وحدك. عارفه وانا صغير كنت بحلم ان انا اطلع ايه؟ كنت بحلم ان انا اطلع ظابط. والله كنت بخلي ابويا يجيب لي كل اول يوم عيد بدله ظابط. عندي بدله ظباط كتير جدا. وانا صغير كنت انا واصحابي بنلعب لعبه عسكر وحراميه، وعلى طول كنت بطلع عسكري. بس اخر حاجه كنت متخيلها ان انا اول ما اطلع واكبر كده ابقى ايوه. بس انا عايز اقول لك على حاجه مهمه. مفيش حاجه اسمها عسكر وحرامي والكلام الفارغ ده. الفكره ان انت بتلعب بس كل واحد بطريقته. عندك حق.
بس احنا حياتنا وحشه قوي يا ريم، انت عارفه كده كويس. انت ليه بتبصي لي قوي كده؟ فيها حاجه غلط ولا ايه؟ ده انا متشيك لك ولابس لك وعامل حركات وبتاع. لا خالص، ما فيكش اي حاجه غلط. بس انت تعرف ان انت ملامحك مريحه قوي. دي معاكسه صح؟ انت عارفه ان انا اول مره بنت تعاكسني. كداب قوي صراحه. انا كداب فعلا. الحقيقه نلف وندور يعني. ما يعني تقولي مثلا انت رقم 1,340,000 اه حاجه زي كده. حاجه زي هي الرقم كبير. بس انا في حاجه بقى اقولها لك ومش بكذب، اقولها لك من قلبي كمان. انت عارفه انك حلوه قوي. اه والله حلوه قوي قوي قوي. في حاجه تانية عايز اقولها لك، ان انا نفسي ادوق البتاع اللي انا جايبه ده. ممكن تاكلي معايا؟ اوكي. ايه رايك؟ فكي بقى، مش عايزه تبقي متضايقه. خشي يا زين. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي، الحمد لله على السلامة. سمي وهاتي الواد. هاتي. أنا هدخل أنيمه جوه. أنا قلت بس أقعد أستناكوا لما تيجي. أعمل لها أي حاجة. لسه نفسه لازم تتقوتوا كده. زينب خليها براحتها يا مروان، خليها براحتها. زي ما تحب يا حماتي. خش يا حبيبتي اعمل لك حتة فرخة وشوية شوربة كده عشان تتقوتي، انتي لسه قايمة من ولادة. لا أنا مش عايزة لا شوربة ولا عايزة أي حاجة، أنا كويسة. قصدك إيه؟ امشي. لا أنا ما قلتش تمشي يعني، بس لو عندك أي حاجة مهمة وعايزة تروحي لها تقدري تروحي. تصدقي يا زينب اخواتك اتحايلوا عليا عشان امشي. قلت لهم لا انا هستنى زينب وهستنى نروح لما يجوا. ليه بس يا حماتي؟ زينب ما تقصدش، هي بس بتحب ترتاح شويه. فعلا زينب عايزه ترتاح. على فين يا حماتي؟ هاخد اي عربيه نازله على البلد. طب ما تستني للصبح. ما ينفعش. طب لو قلت لك عشان خاطر نوح؟ يبقى هستنى عشان خاطر نوح. يلا زينب روح حبيب حماتي، شوفيها هتنام فين. يلا تفضل يا ماما. نعم يا حبيبتي. ها قلتي ايه؟ تفضلي. لا يا حماتي اتفضلي، بيتك ومطرحك. ايه مالك يا فتحي؟ في ايه؟ ايه مالك يا فتحي؟ ما انت نايمه على ودانك ولا عارفه ايه اللي بيحصل ولا ايه اللي بيجرى في البلد كلها. هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل لا يتقال ولا يتشرح يا هانم. احنا خلاص بعد كده هنمشي في البلد دي راسنا في التراب من الفضايح اللي عملتها امك. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ عايزه تعرفي الخيبه اللي بقينا فيها يا شمس، يا بنت عبد الحكيم، يا بنت البيت الكبير. ما تخلص وتقول فيها ايه؟ أمك. أمي؟ مالها أمي؟ قالت لك إيه؟ عملت إيه أمي؟ يا ريتها كانت قالت، ويا ريت المشكلة معايا أصلاً. أمك يا هانم اتجوزت. إيه الكلام اللهبل اللي بتقوله ده؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ مين اللي قالهولك؟ الكلام الفارغ ده طالع من بيت المأذون نفسه. البلد كلها عارفاه،
ومفيش لا كبير ولا صغير الا وهو ماشي والموضوع ده البنى في بقه يا هانم. هي دي العيلة بقى اللي انت كنت قرفاني بيها؟ هي دي امك اللي قال ايه انا ما كنتش عاجبها؟ هو ده بقى البيت الكبير اللي كل ما افتح بقي تقول لي احمد ربنا اللي انت عايش في البيت الكبير. طب الحمد لله يا اختي اللي احنا خرجنا من البيت الكبير قبل الفضيحه دي ما طولنا. بقول لك يا بنت انت من الاخر كده انت تروحي وتطلبي حقك. اتجوزت مين؟ اتجوزت مين؟ هو ده اللي همك؟ اتجوزت مين يا فتحي؟ اتجوزت العمده ودخلتها الليله. اتجوزت محرم بيه الكبير. طب ده انا حتى سمعت ان هو بعت يجيب من مصر لزوم المزاج والليله. واللي غايزني ان هي كانت ماشيه معاه في وسط البلد ولا هاممها. اسكت اسكت يا فتحي. دي بدل ما تروح تقول لاخواتك ادوها فلوسها هي وجوزها عشان تتعالج، لا رايحه تشوف حالها ولا هاممها. انا خسرت ابني بسبب البيت ده. ابني الوحيد اللي كنت بترجاه من الدنيا راح ولا حد فيهم عبرني ولا واقف جنبي. واول ما غلطت كله رفع السكاكين وقال لك فتح الشيطان اللي لازم يطرد من جنه عبد الحكيم بيه. انا بكره العيله دي واحد واحد وبكره البيت ده. من الاخر كده يا شمس انت الوحيده اللي باقيه لي في البيت ده عشان عارف ان انت غلبانه ووحيده زيي. بس هترجعي تقولي لي اهلي وعزوتي ورجالتي، الكلام ده ما بقاش ينفع. لازم تفهمي ان رجالتك وعزوتك واهلك هم قرشك وبس. ليه كده يا امي؟ ليه تعملي كده يا امي؟ ايه يا امي؟ ويا بت جمالك هبسني والهبشه زي ما بت. هو عبيت في مصر ولا ايه؟ مش عرفني. طب ما تتصل بيه. يا سلام، اتصل بيه اقول له ايه؟ قول له ان امه اتجوزت عشان محرم بيجي يقتلني تاني يوم. ما انا مش هرتاح غير لما اشوفه كده قدامي، لما يعرف ان امه اتجوزت محرم بيه. يا لهوي يا خرابي، يا ما نفسي اشوف وشه كده وهو عمال يجيب ميت لون ولون. الود ودي كنت ازفها. اي والله، وغني لها كمان. ويا بنت جمالك هبسني والهبسه. الله 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 الله. ما كنتش اعرف ان صوت الكروان يا كروان ندر، والندر امانه لعمل لها صباحيه ما حصلتش. يا سلام، واحنا عندنا كم عروسه يعني؟ دي هي جبريه واحده ما فيش غيرها. نفسها زغرت، والله نفسي زغرت، بس اعمل ايه؟ ما كدراش. بنت مفيده، انت عايزه تقهري لي، هو لسه في بالك صح؟ في بالي غل وكره، في بالي نار عايزه تطلع تاكله وتاكل اخوات امه، في بالي طار لسه ما خدتوش، طار ولدي اللي ما عرفش هو فين. هيك فاكر ان انا نسيت عبد الحكيم؟ لا، انا مش هرتاح غير لما اعرف هو فين. بس لحد ما اعرف هو فين لازم اشوف حسن ده بيتشي وعلى الجنبين، ومش هتيجي فرصه قدامي الا وهخطفها عشان اشوفه متعذب. متعذب بس؟ ايوه بس، انا بكرهه، بكرهه كره مخلي قلبي ينقط سواد، ينشع غل يا صوفة. عيون صوفة. أمك زعلت. عارف. طب ليه قلت لها كده؟ هي كده ولا كده كانت هتمشي؟ أنا عايزاها تعرف إن أنا مش محتاجة حد. أنا مش عايزة أي حد من العيلة دي طول ما اللي في دماغه هيفضل في دماغه. أنا ما فاهمش. يعني إيه أي حد من العيلة دي؟ أنا عايزاك تدور لنا على شقة. على بيت بتاعنا إحنا لوحدنا. حاضر. وموضوع الشغل اللي أنت قلت عليه ده، لو مش هتعمله هيبقى كلامه خلاص، خليني عارفة. أنا بتكلم صح يا زينب. وعد يا مروان؟ وعد. عجبك الاسم اللي أنا اخترته؟ عجبني، وبسطت أكتر لما عرفت أنت اخترته ليه. عشان تعرفي إن اللي في دماغي مش بعيد عن اللي في دماغك. طب شوف. ده أنا هشوف وهسمع وكل أذان صاغية. إحنا قبل الجواز كل واحد فينا كان عايش لنفسه، وبعد ما اتجوزنا إحنا عشنا لبعض، بس احنا دلوقتي لازم نعيش لابننا. مش عايزين اي حاجه من الدنيا غير ان هو يبقى مبسوط وبس. هيحصل يا زينب. هتعمل اي حاجه علشان يبقى مبسوط ومرتاح في حياته؟ لو روحي هديها لكم وانا مبسوط. لا، روحك دي جوه جسمك، عمرها ما هتطلع ابدا وتروح لاي حد تاني، انما سمعتك هي اللي هتبقى له.
سمعتك هي اللي هتخلي ليه مكانه وسط الناس، هي اللي هتخلي حياته حلوه يا مروان. لما يقعد مع حد ولا حد يشوفه يقولوا ده ابن مروان، ابن الراجل المحترم الطيب اللي عمره ما عمل حاجه وحشه في حياته. صح يا زينب، صح. عملك من دلوقتي مش ليك، عملك دلوقتي ليه هو. ما تكمليش يا زينب، بلاش تحسسيني كل مره ان انا عايفش وان بقول كلام وبرجع فيه واني اوعدك واخلف. انا نوح عندي اهم من نفسي، اهم من الدنيا دي كلها، صدقيني. هي الدنيا كده يا شهد، يا غالب يا مغلوب. لا انا عمري ما حبيت الخساره، انا اتعودت ان انا ابقى دايما كسبانه. اه وكله بمجهودي وشقايا. كدابه يا شهد، لو بمجهودك وشقاكي ما كنتيش عملتي اللي انت عملتيه. ايه ده؟ ايه اللي انتي وصلتي له ده؟ ايه المستوى اللي انتي بقيتي فيه ده؟ بتاعتي فلوس مش فلوسك؟ ثروة مش بتاعتك؟ وبكل وقاحة هتقولي ده حقي؟ حقك ازاي؟ ايوه حقي، امال حق مين يعني؟ حقي وحق بابا الله يرحمه، حق خالي اللي قتله عبد الحكيم، الراجل الطيب الشهم الجدع اللي كل الناس نسيت حقه، حق نادية الغلبانة اللي دخلت دوامة ملهاش آخر وورطت نفسها، حق أمي وحق إخواتي. فوق يا شهد، شغلي عقلك، دوسي على قلبك، هو ده اللي هيقويكي وهيخليكي ملكة كل حاجة. دوسي على قلبك واوعي تتراجعي ولا تبصي وراكي، لو ضعفتي هتتفرمي يا شهد، انتي فاهمة؟ والله وانتي ولا فاهمة أي حاجة خالص، هتضيعي نفسك. طب ما تفكري في حقك، انك يبقى لك بيت واولاد، مش ده حقك برضو يا شهد؟ لا لا، بس الفلوس هي اللي هتحقق لك كل ده، انت الصح يا شهد. ايه مش هتنام؟ عايز اقعد لوحدي شويه. لسه بتفكر في مروان وابنه؟ لا خلاص، فكر في الموضوع بشكل تاني. ليه هو ما كلمكش وقالك تعالى اطمن على البيبي؟ صدقني كده هيبقى اريح بكتير. ما تفكرش وخلي اللوم عليه كده، هترتاح. جود نايت. مش معقول هتنام قبل ما تشرب الشربات. انت تطلع من هنا وما اشوفش وشك هنا تاني. ليه كل ما بتشوفني بتتضايق؟ تفتكر اللي عملته مشكته؟ حاجت لك يا مفيده، ده على اساس ان انا لسه عايشه. مش هتبيت في البيت ده ليله تانيه. يا لهوي يا خرابي. موري ايه ده؟ في ايه؟ في ايه مالك يا بت؟ مالك بيها يا باشا؟ مالي بيها؟
ماشي يا باشا، انا خدام سعادتك، وما دام الضرب بيريح سعادتك يبقى نريحك يا باشا. اتفضل الخد التاني يا باشا عشان تستريح اكتر. وماله؟ حلو ده يا باشا، الحمد لله ان جنبك استريحت. بس في حاجه صغيره قوي يا باشا، مالكش دعوه بالحريم. الحريم دي كانت مرتي. مش قلت لك يا مفيده مالكيش دعوه بالشؤون العائليه ديت؟ ايه؟ في ايه يا حسن؟ ولا حاجه، كل الحكايه اني قدمت له شربات امي. معلش يا مفيده، واضح ان سلوى عيلتهم ان هم ما يشربوش الشربات ليله الدخله، لازم في الصباحيه. وحر؟ صباحيه مين؟ انت بتقول انت وهي؟ الست كبريه اللي هي ام سعادتك كان فرحها النهارده والدخله كانت من شويه. بس ان جيت للحق هي ومحرم بيه فوله واتقسمت نصين. اصل الست جبريه دي هي صوفه حلوه وعايقه في نفسها كده. عبد الحكيم ما كانش لايق عليها الصراحه. باشا باشا، ليه عندك طلب صغير قوي؟ القلمين اللي سعادتك اديتهم لي وريحوك دول ما تنساهمش، علشان لا قدر الله لا قدر الله لو انا نسيتهم تبقى تفكرني اردهم لك. حسن يا حسن، حسن يخرب بيتك يا مفيده، طلعت جامده يا بت. ايه ده؟ انت مجنون؟ تعالى معايا يا بابا، تعالى معايا. ايه الجنان ده؟ تعالى معايا. اها، كلام عادل امار. ما عادش فيها كلام. لا ده فيها كلام كتير كمان. خبر ايه؟ هتقتلني ولا ايه؟ يا ريت، يا ريت ما كنتش امي، يا ريتك كنت حد تاني. اها، ليه يا حسن؟ عملت ايه يا حسن؟ ولا يعني كنت عايزني اقعد في البيت لوحدي استنى اللقمه اللي هيرميها لي مروان وهو قاعد تحت باب كريمه؟ انا معاكي، انا قلت لك اني مش هسيبك. وانا كمان عملت كل ده عشان كل حاجه تبقى تحت يدك. محرم؟ ماله محرم؟ عمده البلد وكبيرها وابو مرتك، ايه اللي يعيبه؟ طبعا البلد كلها عرفت. اها، ما يعرفوا. هو انا اشتغلت غزية في مولد يا حبيبي؟ افهم. ما عاوزش افهم حاجة. لا، لازم انت تفهم كل حاجة بتحصل حواليك. مروان جاب واد من زينب كريمة، يعني كل حاجة كانت في يده راحت ليد زينب. دلوق هو حيعرف ان انت ومحرم واقفين كده مع بعض، يعني يفكر 100 مرة قبل ما يرفع حسه في البلد. تقومي تتجوزيه؟ فيها ايه؟ ما هو كمان دلوق محرم ومروان مستحيل يحطوا يدهم في يد بعض. وبعدين محرم فاكر انه ملكنا، بس الحقيقة ان احنا اللي دخلنا بيته، ومن هنا احنا هنعمله البيت الكبير اللي كل واحد في البلد يفوت قصاد البيت يطاطي راسه ويحط عينه في الأرض. الناس هتقول إيه؟ ولا حاجة، هيجوا يأكلوا ويشربوا ويغنوا ويرقصوا وهما ماشيين يدعوا لي أنا ومحرم باشا بطولة العمر والمهلة. يا حبيبي أنا ما عنديش حد في الدنيا غيرك حبيبي. مبروك يا جبرية. ربنا يهديك يا ولدي. أنا ما يهمنيش كسرة مروان،
انا كل اللي يهمني بيت عبد الحكيم، عايزه يتهد، يتهد على دماغ اللي فيه يولع، وكل واحد يبقى ماشي في سكه لوحده. طب وحسن؟ حسن لازم يبقى معانا جنبنا، عشان ده يتم لازم يكره بيت عبد الحكيم بكل اللي فيه، واولهم امه جبريه. ساعتها هيحس انه لوحده ومالوش اي عوزه. بس حسن كده هيتعب قوي. انا عايزه يتعب، عايزه يتعب قوي، ساعتها بقى هيعمل اللي انا عايزه. بس كده هيكره حضرتك انت كمان. بس بيحبك، بيحبك قوي. انت هتقدري تقنعيه انه يبقى معانا. حسن مش هيسمع كلامي ولا هيسمع كلام حضرتك ولا هيعمل اي حاجه حد عايزها. حسن مش هيفكر الا في اللي هو عايزه ومصلحته بس. والله بقى انت وشطارتك. ها، انا عايزك تفهمي ان مصلحته هي مصلحتنا، مصلحتنا احنا الاثنين واحده، فاهمه؟ انا هروح له. وفهميه انك انت اتخانقتي معايا. حاضر. هتعمل ايه؟ تطلع تضربها طلقه وتخلص منها؟ لا، مش هتكسب حاجة، هتبقى خسرت كل حاجة. بتعمل اللي هي عايزاه من غير ما تحط اعتبار لأي حد، لا شايفاه غير نفسها وبس. انت غلطت يا حسن، غلطت لما بعت مروان وبعت كل الناس عشانها. بس انا كنت هعمل ايه؟ ايه اللي كان في يدي؟ يعني كنت اسيبها لحالها؟ ده كل اللي فكرت فيه ساعتها انها امي، لازم ابقى معاها. تحب نسافر؟ انا ممكن اطلع احضر الشنط دلوقتي حالا ونمشي وما نرجعش تاني. انا كمان ما بقتش طايقه العيشه في البيت ده. على فكرة أنا اتخانقت مع بابا، أنا مش عارفة إزاي هو قدر يعمل كده. أنا بس مش عايزاك تتضايق أو تبقى زعلان. واضح كده إن كل واحد في البيت ده ما بيفكرش إلا في مصلحته ومش همه أي حاجة تانية. واضح. أنت لو قلتلي تعالي نمشي ونروح لآخر الدنيا أنا هاجي معاك. أنا مفيش حاجة عندي أغلى منك، بس إحنا لو هنمشي هنسيب كل حاجة، وانا مش عايزه اسيب اي حاجه حاسه او متاكده انها من حقي. بص يا حسن، انا وانت هنعيش في البيت ده، وانا هنسى انه ابويا، وانت هتنسى انها امك، ومفيش اي حاجه هتجمعنا الا المصلحه، المصلحه وبس.